سبور الموسيقى الأخبار والزفن سمعك التصوير دورة وعكلة دورة وعكلة. اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا اللي يوصلكم صوتنا على 44465 لو في ستريمينغ www.zfm.tn. هذا العدد الثاني من دوره وعكله، البرنامج اللي خيرت فيه اداره البرمجه انه نتجه للجهات ونحاولوا نحضروا مجموعه من الضيوف اللي يكونوا من ابناء الجهه حتى نتناولوا مجموعه من القطاعات وايضا مجموعه ايضا من الانشطه اللي تعيش على وقع حتى نعرفوا بها اكثر وحتى يكون ربما في ذلك رد للجميل للجهات ولأشخاص تنقلنا لمقر الإذاعة أكثر من مرة. أكيد كالعادة مانيش وحدي، حاضر معايا سيد بشير، مرحبا بك. شكرا، مرحبا بك ريم وكذلك مستمعي إذاعة وزيس أف أم من قبل. سعادة جدا أن نلتقي في هذه الحلقة في مدينة مارث وبجمع كريم من بين إطارات محلية وكذلك ممثلي المجتمع المدني في عديد القطاعات التي تساهم في مجال التنمية ككل، بالإضافة إلى ربما فرصة أن نتعرف على كل ما هو يتختص به مدينة مارث من جانب التاريخي وكذلك الاقتصادي إلى الجانب الاجتماعي. وبالطبع لا ننسى دور المرأة سواء في الحركة التنموية أو في المحافظة على الموروث التراثي من خلال خاصة الصناعات التقليدية المميزة بمدينة مارث. كما أشرت في الحقيقة فما عديد القطاعات اللي ما نجموش نجيو لمارث من غير ما نتحدث عليها، كما خاصة في الجانب التاريخي خط مارث الحربي بالإضافة إلى الشعر والفروسية، وهي ربما من أهم ميزات الجهة. الرحب بكل الضيوف اللي موجودين بيناتنا واللي إن شاء الله مازالوا باش يلتحقوا بينا. البداية والمطية باش تكون الجانب التاريخي، سي البشير مع سي عادل الهرسي عن جمعية الثقافة البديلة وأيضا سي كمال السيد عن جمعية التنمية وإحياء التراث، حتى نتناولوا معاهم نقاط تاريخية ولحظات مفصلية في تاريخ هذه المدينة أكيد ما نجموش نتجاوزوها. على كل خلينا نرحب سي عادل، مرحبا بك. أخت ريم مرحبا بكل مستمعي إذاعة وزيزة فأم ومرحبا بكم في مارث بالطبع. شكرا لك أيضا سي كمال، مرحبا بك وشكرا لقبولك الدعوة. مرحبا بالوزيزة فأم المنبر معنا الجهة، بارك الله فيكم. إذا خلينا نبدأ معك سي عادل، كما أشرنا فما نقاط ولحظات مهمة في تاريخ المدينة هذه اللي ترجع للعهد الفينيقي، هكا ولا سي بشير؟ أكيد ريما، لو ما نتعرف من الناحية التاريخية تعتبر جهة مارث من أقدم مواطن السيطان البشري، إذ يرجع هذا التواجد إلى عهود قديمة وخاصة في العهد الفينيقي. ربما فكرة عن تأسيس أو تكوين هذه المنطقة. شكرا على السؤال وعلى الاهتمام بالموضوع هذا. لن أتكلم بصفتي مختص في التاريخ لأن الاختصاص مختلف نوعا ما، أنا اختصاصي أداب عربية، ولكن بصفتي ناشط في جمعية الثقافة البديلة، هذه الجمعية التي تهتم بمسألة خط مارث، وقد وصلت هذه السنة إلى الاحتفال بالدورة 11 لهذه الندوة، ندوة دولية. وفي هذه الندوة بطبيعة الحال نهتم بالجانب هذا، الجانب التاريخي، وانطلاقا من خط مارث ودوره. بطبيعة الحال خط مارث هذا ليس فقط يعني ربما ننطلق بنبذة ولو قصيرة عن تاريخ تكوين مدينة مارث. الجانب التاريخي يعود إن شئنا إلى يعني إلى هناك بعض المعطيات التاريخية تعود بالتاريخ تحديدا إلى القرن 11 قبل الميلاد، إلى القرن 11 قبل الميلاد، يعني باعتبار التواجد البونيقي إنشاءنا، وهذا يدل على موقع المدينة باعتبارها يعني ذات موقع استراتيجي. منذ القديم كانت محط أنظار كل الأطراف المجاورة يعني لهذه الجهة، وبالتالي التركز فيها كان منذ القديم. يعني قلت المعطيات التاريخية تقول أن الأمر يعود إلى القرن 11 قبل الميلاد، وأثبتت عملية المسح التي قام بها المعهد الوطني للآثار وجود أكثر من 150 موقعا أثريا بالجهة، يدل نمطها المعماري وحجارتها الضخمة على انتمائها لحضارات مختلفة، منها الحضارة البونيقية التي ارتبطت بالسواحل والحضارة الرومانية التي ارتبطت بالسهول والأراضي الخصبة خاصة بمنطقة المجني بعرام ومنطقة الزركين، وكانت جهة مارث خلال الفتح الإسلامي معبرا للفاتحين المسلمين.
بطبيعة الحال هذه معطيات يعني لا يمكن أن تكون شافية ووظيفية، ولكن هي معطيات أولية على الأقل. الأكيد أنه الأهم في هذا الكل سي البشير، حتى نستسمحك، تخصص الجمعية ذي اللي اشتغلت على خط مارث، وخلينا ربما نخوضوا بأكثر تفاصيل في التاريخ المعاصر للمدينة هذه، لأنه في حديثنا وأكثر من مرة حول نشاط الجمعية أشرت أنه الخط مارث نجم يكون دعامة تنموية ودعامة أيضا سياحية، لو كان نخوضوا أكثر في الموضوع هذا. خط مارث بطبيعة الحال الاهتمام به ليس لمجرد الاهتمام فقط، يعني ليس مجرد آثار يعني نزورها من سنة إلى أخرى، وإنما نريد من خلال الاحتفال بهذه أو من خلال الاهتمام بهذه الندوة أن نشير أو أن نحث السلطة إنشنا على جعل هذه القيمة إنشنا وهذا هذا الأثر التاريخي يعني مادة تنموية مستقطبة للاستثمار في الجهة ومحركة للتنمية بجهة مارث بطبيعة الحال، سواء كان سياحيا أو يعني كل الجوانب الأخرى المتصلة بهذا الخط، لأن الخط يعني لا يتركز فقط في جهة بعينها، وإنما هو على امتداد، يعني يمتد يربط بين الجبل وبين البحر، وهذا ليس يعني هينا. إذا كانت السلطة بطبيعة الحال تنوي أو تريد أن تركز تنمية بهذه الجهة فبإمكانها ذلك، ولعل منذ الندوة الأولى منذ الدورة الأولى لخط مارث يعني وضعنا الإصبع على هذا الأمر، ولكن ما زلنا ننتظر البداية، ما زلنا يعني هناك تطمينات، هناك بعض الإشارات الأولية ولكنها غير كافية. ربما من بين مقومات السياحة التاريخية أو بل نقول السياحة الثقافية هو تواجد متحف عسكري في مارث، وهذا شاهد من شواهد ربما الحرب العالمية الثانية، وصراحة أن تونس ككل أو التونسيين وخاصة أهالي مارث ليس لهم باع في هذه الحرب، بل كان لها تأثيرات كبيرة جدا على البشر وكذلك على السكن. بطبيعة الحال المعركة التي تمت بخط مارث مثل ما أشرت لم يكن للأهالي باع فيها ولا ذراع، باعتبار أن المتقاتلين فيها يعني غريبين على المنطقة، مما جعل هؤلاء الأهالي بطبيعة الحال يعني يفرون من هذه المعركة بجلودهم بطبيعة الحال، وما كان معهم سهل الحمل إنشنا نحو مناطق أخرى بعيدة نوعا ما في إطار ما يسمى بالهربة. وبطبيعة الحال هذه المعركة مثل ما أشرت أنها أتت على الأخضر واليابس، أن هذه المعركة لم تترك شيئا إلا ودمرت بطبيعة الحال دمرت البيوت التي كانت يعني في شكلها بسيطة، دمرت أيضا الأشجار، دمرت كان لها تأثير كبير خاصة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي. بطبيعة الحال يعني اجتماعيا ما زال الناس يتذكرون ذلك أو ذلك تلك المعركة بشيء من الإشمئزاز، شيء من التذمر بطبيعة الحال، باعتبار أنهم يعني لم يكن لهم أي داع إليها أو لم يكن لهم أي شأن بها. في إطار ربما مزيد التعريف بهذا الفضاء السياحي التاريخي وربما نقول السياحي الثقافي، هل هناك وثائق منها نشرت حول هذه المتحف؟ وكان من المفروض أن في الجانب التاريخي على مستوى التدريس التربوي من باب أن نعرف بلادي أولا قبل أن نعرف ربما خصيات أوروبا وخصيات روسيا. هنا أنتم كجمعية ما نعرفش كيف يمكن معناها مساهمتكم في فرض ربما إدراج هذا المتحف ضمن ما نعرفش ضمن البرامج التربوية. والله بالنسبة للبرامج التربوية هناك إشارات بسيطة في الكتاب المدرسي خاصة في المستويات البكالوريا، هناك إشارات طفيفة جدا لما دار في معركة مارث، ولكن التركيز فقط على إنشنا تونس ككل دون أن يكون هناك تركيز بشكل، لأن الوثائق إنشنا نادرة في هذا وتختص فقط بالناحية الشفوية، يعني كل الوثائق إنشنا تندثر شيئا فشيئا بموت أصحابها، يعني ليست هناك وثائق يعني باستثناء الذي حملته فرنسا معها
وباستثناء ما سعينا من خلال العدد الفارط لمجلة البديل الثقافي أدرجنا أو خصصنا العدد إنشنا خاص بخط مارث أو معركة خط مارث وحاولنا أن نوثق فيه بعض المسائل. ركزنا على التعليم باعتبار أن فرنسا إنشنا من خلال تركزها في الجنوب الشرقي عامة وفي مارث تحديدا إلى فرض نمط تعليم معين وتكريس إنشنا نمط معماري معين حتى في البناءات في المدارس إلى غير ذلك، وما زالت هذه المدارس قائمة إلى اليوم. بطبيعة الحال هذا الأمر إنشنا لا يكفي، لابد أن تتضافر كل الجهود من أجل مزيد البحث خاصة في الناحية التراث الشفوي، لأن الناحية الشفوية إنشنا هامة جدا، وما زالت بيننا بعض الشهادات الحية التي يمكن أن تفيد ويمكن أن تضيف شيئا إلى ما وقع تحديدا في معركة مارث. فقط أضيف شيء ما، لأن التاريخ الذي يدرس، فقد أشرت منذ قليل إلى أن هناك إشارات في كتاب المدرسي إلى ما دار في مارث وما دار في تونس ككل، ولكن هذه الإشارات تبدو أن فيها نوع من ضبابية. نوع من الضبابية، وأحيانا فيها نوع من التحريف، تقصير، نوع من التقصير ونوع من التحريف، ويبدو أنه مقصود. الآن هي على غرار تدوين الحركة الوطنية لأهالي الجنوب الأعراض خصوصا عموما. بالضبط، التاريخ يكتبه أحيانا المنتصرون، وبالتالي يحددون ما يريدون أن يكتبوا. طيب في نفس الإطار هذا أكيد فما مناهج وطنية، ولكن بالشراكة وبانفتاح المؤسسات التعليمية على المحيط متاحة وخاصة على المجتمع المدني، نجم نلقوا شكل من الآليات وإلا من الأنشطة اللي من خلال الجمعية تقدم قراءتها في الموضوع هذايا لأبنائنا التلاميذ وأيضا الطلبة لأنه مهتمين. كما كنت تحدث سعادة خط مارث ما هوش فقط المتحف العسكري اللي نمر عليه ربما على مستوى الطريق الوطنية، ولكن هو مجموعة من المحطات الكبرى في تجارب فعلا هطوش نجيو للذاكرة هذية معاك سي كمال، ولكن في إطار الحديث عن تجارب مقارنة في دول أخرى عندها ربما نفس الإرث المعماري وأيضا الإرث التاريخي على مستوى الحرب العالمية الأولى والثانية، المواد هذية أصبحت دعامة اقتصادية وأصبحت دعامة سياحية، ما هيش مجرد أبنية وإلا مجرد أثار، ولكن تم الخروج بها وأعطاها بعد إنشئنا عاطفي وسياحي، لأنه في جلب التعاطف مع الضحايا في حد ذاته ربما ينجم ياخذ بعد تسويقي. فقط الناحية هذه تحديدا الجانب التنموي في جهة مارث مرتبط إنشنا بالمتحف، وذكرت منذ قليل أن الخط الحربي لم يكن حكرا على البلاد التونسية، وإنما هناك خطوط أخرى، مثلا في فرنسا في حد ذاتها هناك خط ماجينو، ولذلك شبه الخط مارث إنشنا بماجينو الصحراوي، لكن فرنسا اهتمت بهذا الخط ووظفته سياحيا، وظفته إنشنا تنمويا، في حين ما زلنا نفتقر إلى البادرة الأولى. الجمعيات تقريبا جميعها متفقة على الدعوة إلى هذه التنمية، ولكن التنمية ما زالت لم تتبلور بعد، خاصة أن هذا الخط قلت مختلف عن غيره في الجانب السياحي، باعتبار أنه يربط بين ثلاث أشياء كبرى هي دعامة أساسية لكل سياحة، اللي هي الواحة، الخط إنشنا متاخم للواحة خاصة في جهة الزارات، والجبل يصل إلى الجبل ويربط بالبحر، بإمكان أن تكون هذه الخط إنشنا دعامة سياحية ودعامة تنموية أساسية. ربما ريم في المجال البحث الأكاديمي أسأل سعاد، هل هناك ربما اتفاقيات شراكة خاصة مع بعض الهياكل أو المنظمات حتى الدولية على غرار المعهد الوطني لتاريخ الحركة الوطنية، باعتباره أن المؤسسة الأولى التي تساهم في نبش ذاكرة تونس ككل من بنزرت إلى بنقردان؟ تصديقا لقولك، في الدورة ليس الدورة الفرطة التي قبلها سجلنا شريط وثائقي، حاولت الجمعية اجتهادا منها بإمكانياتها البسيطة أن توثق بعض الشهادات من خلال شريط وثائقي، وطلبنا من معهد الحركة الوطنية أن أن ينظر في هذه الشهادات، فبارك التجربة ولكن أراد أن يطورها، ولكن ما زلنا ننتظر في هذا التطوير، لم يأتينا بعد من أجل تطوير هذه الشهادات.
خاصة وقلت إن الـ هذه الشهادات يعني في طور الاندثار شيئا فشيئا. إذا لم نستغلها الآن فمتى سنستغل؟ طيب طيب تحدث بكري سي كمال السيد عن جمعية التنمية وإحياء التراث عن مجموعة من اللحظات اللي بقات في ذاكرة أو الذاكرة الجمعية لمدينة مارث، لو كان نتحدث عليها بأكثر تفاصيل ونعرف ربما حتى الشكل الهندسي ولا التطور الهندسي العمراني الحضاري متاع مدينة مارث بقى تقريبا على حاله وتوسع بشكل، لكن بقى بروح ربما المدينة الاستعمارية اللي بقات في برشا مدن مش كان مارث. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشبه مدينة مارث بلوحة لسلفادور دالي، هي لوحة عذراء الميناء. عذراء الميناء هي عذراء ولكنها قبيحة المنظر. كيف ذلك؟ لأن الخط خط الحربي هو قام بتعريف بمعتمدية مارث عالمية كخط ثاني خط حربي في العالم، فهمتي؟ معنا فيه أكبر تحصينات بحرية بالنسبة لشط العوام، ثاني تحصينات بحرية في العالم. الخط ميناء اعتبره معناها يوازي صور الصين العظيم، ولكن الصين استغلت الخط الدفاعي بينما نحن بقي على ذمة وزارة الدفاع. معنا إلى الآن على ذمة وزارة الدفاع. أمتى يتحرك الخط؟ نهار معنا اليوم اللي يحال إلى وزارة الثقافة، ومعناه يتم معنا توسيعة المتحف. إحنا من ندوة 2013 معنا وعدنا بتوسيعة المتحف، إلى الآن لم نرى معنا تفعيل هذا. هذه الدعوة لوزارة الدفاع اللي قامت بعديد البوادر من شأن هذايا والخط. نحن يوميا تو أبناء المنطقة يوميا نسمع بأشياء تابعة معنا الحرب العالمية الثانية موجودة في الجهة، يتم تفجيرها ويتم معناها يتم إتلافها. معنا علامة تفرغش منها الشحنات التفجيرية ويتم معنا احتفاظ بها في المتحف الوطني، فهمتي؟ متاع مارس، فهمتي؟ إلى ذلك معنا الخط الحربي هو خط معناها عانت من الناس إلى الآن عامل عقدة لمعتمدية مارس، يقولك مارس كسر فيها هتلر ما يجي فيها شيء، فهمتي؟ الأبناء الجهة كيفاش؟ لأن هم من ساهموا في بناء الخط الدفاعي هذا وسيقوا إليه تحت معنى قوة السلاح. وأيضا تحكي الوالدة معناها كوفة أن معناها الحلفات تبعوا سياسة الأرض المحروقة، حرقوا الزرع ومعناها والديار معناها طيحة، فهمتي؟ لتحضير للمعركة، خاصة المعركة اللي صارت في مارس هنيتها، فهمتي؟ وأيضا هناك نصب معنى للقتل الجنود البريطانيين موجود في شط العوام، هذه كل عوامل لم نستغلها احنا، فهمتي؟ إلى جانب الجمال التي معناها جمال معتمدية مارس ليس فقط خط حربي، فهي معناها خليط معناها متجتوى. احنا أبناء المنطقة نتمتع بالجمال متاعها، ولكن من يجي من برا نشوف هجين من المباني، خاصة الخط المغاربي قام معناه بإخفاء جمال المدينة، هجين من المباني نرى معناها. وهذا تدخل بلدية مارث، كيف أن البلدية لم تساهم أيضا في معنى نشر الوعي معنى العمراني في الجهة. هناك خليط من البابين قام بإخفاء هذا الجمال وهذه الجمالية للصورة معنى متاع المعتمدية. هي واحة، هي بحر، هي جبل، هي كل شيء معنى. الأثار أخي عاد قال 150، نحن في جمعية التنمية هي التراث قلنا بحثنا في شيء هذا وعملنا حتى أطروحة معنى المتحف التاريخي في معتمدية مارث ممكن يوازي متحف سوسة ومتحف باردو. علاش 2013 تم اكتشاف معنى الفسيفساء في الزارات، مش كان هذيك معنى عدة مواقع يوجد فيها معنى لوحات فسيفسائي. إلى الآن رسلنا معهد التراث وهزينا البروجي كامل حتى الوزارة الثقافة، ولكن لم يسمعنا أحد، لذلك معناها فضنا أيدينا ولم يدعمنا أحد. هو سي كمال نفس الإشكالية تعمنا بقية مناطق ولاية جابس على غير المطوية، على غير الوذرف، على غير عديد المناطق التي تعج بمواقع أثرية مع الأسف، معناها رغم المراسلات والمكاتبات ودور الإعلام ربما في التعريف بمثل هذه المواقع. وزارة الثقافة لم تحرك ساكنا، وكذلك منها المندوبية الجهوية. ربما سؤالي حول وظيفة على حول خط مارث، هو في الحقيقة خط مارث ليس معنية مارث فقط، لأن خط مارث يتجاوز إلى القصرين، يتجاوز إلى واد العكاريت. معناها بالإمكان كجمعية تشريك بعض الجمعيات التي تنتمي إلى هذه المناطق التي استهدفت بتدخلات هذا الاعتداء. نعم، يجب معنا الجميع. تحكي أنت على التدخلات وزارة الثقافة، وزارة الثقافة ما تنجمش وحدها أنها تقوم بمشاريع كبرى ثقافية في الجهة.
يلزم رجال الأعمال هم اللي التزموا بإنشاء معنا مشاريع ثقافية، وهذا شفناه في لكن نبدأ بالقليل بالمبادرة مهمة جدا. سمعنا شوي يعني مطلعين على التاريخ، تقرأ معنا التاريخ كيف أن مدينة مدريد معناها التقى رجل الأعمال وفنان معناها أنطونيو ساغرادا وأنطونيو لومباردو، كيف أن حولها من مدينة عادية إلى مدينة معناها ثاني مدينة سياحية في العالم. مقارنة صعبة. معناها نجم دعوة إلى رجال الأعمال الانخراط في معناها المشاريع الثقافية، وهذه معناها مناسبة. مثلا نحن تو معتمدية مارس معناها 70% مهاجرين وكلهم الحمد لله معناها لديهم السيولة المالية، يجب أن يخرطوا في المشاريع الثقافية في الجهة، لأن مارس معناها معنا مدينة إشباح، معناها ما سمحني في الكلمة، معناها الناس كلها مغلقة على أرواح الأبواب، لا حد معناها يعرف حد، فهمت؟ وحتى في رمضان لا فما أنشطة ثقافية، لا فما حد شيء. احنا المارث هذه راهو قاعدة بحيرة راكدة ما فحد شيء. احنا حبينا عندما اكتشفنا في سيفوساء حبينا معناها مدينة معنا هذه البحيرة الراكدة نلقوا فيها حجر على الأقل تحركش هذه المياه الراكدة، فهم؟ ولكن معناها ما جينا حتى صدام. لكن تبقى المبادرات مهمة جدا في إحياء بعض الجوانب التاريخية من مدينة مارث. أنتم باعتباركم كجمعية مختصة وذات صبغة ثقافية مع تشريك بعض الهياكل أو المؤسسات الثقافية المتواجدة في مارث. هذا رهين وعي الشباب في معتمدية مارث. إحنا ما نعاني وهذه الاستقلالية من شباب مارث، كل واحد شاد قهوة أخوي يحكي معنا، فهمت؟ ما فهمش مبادرات احنا معناها على الاقل جرينا وعملنا الجمعيات، يلزم الشباب ينخرط فيها، يلزم الشباب يكون فاعل في المعتمدية حتى معناها تنهض المعتمدية كاملة. اذا كان نقعد نتفرج ارواحنا باش تقعد هكاك معناها ما حتى واحد ما يعطيك حاجة اذا ما تفتكيش معناها. سي عادل عنده اضافة في هذا الجانب. تأكيدا للصعوبات اللي يحكي عليها سي كمال، يعني من اهم المطالب الاساسية هو تحويل صبغة المتحف من ناحية العسكرية إلى ناحية ثقافية مدني. يعني مدني. نحن لا يعني ننكر تعاون المتحف إنشنا مع بعض المبادرات الجمعيات إلى غير ذلك من خلال بعض الزيارات، ولكن نريد أكثر من ذلك. تأكيدا لهذا منذ سنتين حاولنا أن يعني نقيم احتفال يعني بجوار المتحف فحرمنا من ذلك. موقع عسكري. موقع عسكري. موقع عسكري لا يمكن أن تكون هنا، في حين أن هذا الموقع العسكري يعني هو بجوار طريق مغاربية، وبإمكان هذه الطريق المغاربية أن تكون بادرة إن شاء أو تكون انفتاحا سياحيا. يعني مبادرة مثل هذه لا يمكن أن تتكون أن تتم بصبغة المتحف الآن اللي هي العسكرية أو يعني وزارة الدفاع، وإلا يعني يمكن أن تتغير إذا تحول هذا المتحف إنشاء إلى وزارة الثقافة، وهذا ما نأمله إن شاء الله. طيب رغم كل هالمكونات والمقومات من أجل التنمية، إلا أنه مدينة مارث ومعتمدية مارث عموما تشكو من نسب تشغيلية ضعيفة، وبعد شوي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا مجموعة من العينات حتى نتحدثوا معهم عن تجربتهم، لكن هذا باش يكون بعد ما نسمعوا الميكرو تروتوار اللي أعدتهن زميلتنا ألفة بن فرج في مدينة مارث في الغرض. ميكرو أوازيس بالجهة 0.00 اللي تعرف مارث هو تحكياتها ما تمش تنمو رتي تنمو حاجة تنموية في مارث باش يخدمونا ما تم شيء يبيعونا في الكلام، دولة تبيع في الكلام، سياسة تبيع في الكلام، وعملنا الناس عملت ثورة. ليش سمحني ليش عملنا ثورة؟ الزوالي والبطال، الزوالي ولا دوبل والبطال ولا دوبل. الثورة ما صورنا منها كان زيادات من الاخر هاي وقع اختي. فما تنمو حاجة تنموية ما فما حتى تنمية لهني، معناه ما فماش واقع تنموي على خاطر ما فماش تنمية اختي. وانت شفتي التنمية كان الناس كل ما كان فما التنمية الناس كل تخدم، ما فماش كون يخدم تو. انا واحدة ناس بطال نحكي لك معتمدية مارث بالذات عندنا لا ما تغير فيها حتى شيء، ممكن تو اكثر من قبل. جهة مارث شنو تعب من كل شيء، لا وزينة لا معمل لا بورت، ناس مرهونين في رواحة رتريتين تاع فرنسا مدة شهر تتقسم رواحة رواحة وقعد بطالة. حتى انت ريت يعاني في ولده ويعاني في بنته ويعاني في اخوه، حالة تعب برا ربي قدر الخير. ما شيء يعجب معناتها ما فماش الخدم، كثرة البطالة، ما فماش معناتها مراكز هكا تنمية الشبان، الوعود الزيفة وبرا هكا شنو نجم اخر. ميكرو أوازيس.
أكيد كما وعدناكم مستمعينا الكرام وجد التحية لكم. موضوعنا الموالي هو موضوع التشغيل، وكغير من معتمديات ولاية جابس، معتمدية مارث ومدينة مارث بالأساس تعيش على وقع نسب مرتفعة من البطالة، رغم ربما النسبة التشغيلية الكبيرة للقطاع الفلاحي اللي ميزها وهذا تنجيهم بعد سي البشير. ولكن احنا نحب ننوه، خذينا عينة من الشباب المعطل عن العمل، أكيد ما ينجموش ربما نغطوا كل الأعداد وكل الأصناف متاع الشباب المعطل على العمل الحامل لشهاد عليا وغيره. وبالتالي باش نخوضوا في موضوع كنا تناولناه في أكثر من مرة وكانوا الضيوف حاضرين معانا، هو اعتصام شباب من جهة مارث في مقر المعتمدية لأسباب تشغيلية. أكيد ريم، أولا هو الشغل في الحقيقة كرامة وحق لكل مواطن تونسي أن يتحصل عليه ضمانا للعيش الكريم، ومن الحق كذلك عاطل العمل وخاصة من أصحاب الشهائد العليا والكفاءات المهنية سواء من خريجي المؤسسات الجامعية أو من مراكز التكوين المهني، لهم الحق في التعبير عن عدم رضاهم لواقعهم الاجتماعي بطرق حضرية ربما تكون صلت لها تتجاوب مع مطالبهم. يحضر معنا ثلة أو بعض من هؤلاء المعطلين سي الطيب، ربما فكرة عن نوعية الاختصاصات معناها لأصحاب هؤلاء المعطلين في مجالات ماذا؟ من ربما أكثر مجال اللي يمس الشباب العاطل. بالنسبة للتشغيل في معتمدية مارث يكاد يكون منعدم في جميع الأصناف وجميع الاختصاصات. عندنا معنا البطالة معنا متفشية في صوف الشباب معنا من جميع الشرائح وجميع الأعمار، بما فيه المعطلين على العمل عاديين وصحاب شهائد. خلينا نتحدث على تجربتك انت. طيب تجربتي هي مستواي معناها التعليمي ثانوي، نظام قديم سادسة ثانوي، من 98 عاطل على العمل الى ومن هذا ما تحصلش على عمل. ورب عائلة. طيب تنتحدثوا بأكثر تفاصيل بعد نمشيه مع سي البشير. بشير دلاع مرحبا بك، أكيد عاطل عن العمل ومن الأفراد اللي قمتوا بتنفيذ اعتصام مفتوح منذ بداية 2016 في مقر معتمدية مارث. خلينا نتحدث ربما على الأسباب اللي وصلتكم حتى توصلوا إلى مرحلة الاعتصام المفتوح هذايا، ونتعرفوا أكثر على المجموعة. شكرا. في البداية نحب نرحب بإذاعتنا، إذاعة الجميع في ولاية جابس هي إذاعة وزيس أفام اللي رحبوا بنا في مقر الولاية في جابس، ونحب نشكرهم برشا ونقولهم مرحبا بكم في مارث. في البداية حبيت نعرف بالاعتصام اللي بدي في مارث في 16 جانفي في 2016. عملنا اعتصام مفتوح، عدينا فترة كبيرة في مقر المعتمدية متاع مارث، وصار فيها إضراب حتى جوع، فهمتني؟ جونا كل السلطات المحلية والجهوية ولكن الوعود ثم وعود والتنفيذ ما ثمش حتى واحد في الجيسان تنفيذ. على ذكر التنفيذ أن مشاريع موجودة في قائمة في مارث، لكن حتى مشروع ما شفناها انتصب معناها في مارث ومتص البطالة في مارث. كي جي تحكي مع مسؤول يقول لك والله عندنا في مارث مشاريع عدة مشاريع يعطوها لي ليستا. معناها نذكر من الحاجات الموجودة في المشاريع هي مركز نداء، مركز لوجستي، عدة مشاريع. معناها إذا كانها بالفعل تم في معتمدية مارث نأكد لكم أن تمتص البطالة معناها بأنواعها. وانا هنا متواجد معكم معناها بطال مش معناها نحكي كل إلا على نفسي بركة، نحكي على كامل شرائح البطال المعطلين. أيوة. ربما في النقطة هذه أصحاب الشهائد وأصحاب الشهائد بتاع التكوين يعني أنتم قراب من بعضكم. لا ديما متواجدين مع بعض. حتى تحياتنا للاتحاد المحلي أصحاب شهيد معطلين على العمل، تمنيناهم يكونوا حاضر معنا إن شاء الله في فرصة قادمة، أكيد لقاءات متجددة. ولكن لو كان تعطينا مسح حتى مش بالأرقام ولكن بشكل تقريبي عن الشرائح بالنسب
على مستوى المعطلين على العمل، شنية الاختصاصات ربما اللي فيها أكثر، شنو القطاعات اللي تعتقدوا أنها تنجم تشغل أكثر، وغيره ربما من المقترحات اللي أنتوا قدمتوها كمعطلين على العمل للسلطة وما تجاوبتش معاكم أكيد. والله من ناحية باش نعطيك بنسب التحديد من حاليا ما نجمش بشكل تقريبي، أما تقريبا متواجد كل الاختصاصات. صدقيني كي نقول لك كل الاختصاصات معناها حتى في عالم النووي موجودين عندنا كفاءات موجودة من أولاد مارث، معناها متخرجين وطلبينهم في عدة دول غربية، لكن معناها هنا في تونس مهمش لاقين حظهم، مهمش لاقين حتى مبادرة. وموجود كل الاختصاصات كما قلت لك، معناها من خريجي المعاهد العليا أساتذة ومعلمين، من خريجي التكوين المهني أصحاب شهاد معناها في أي معناها مختص نجارة في حاجات معناها في بناء في كل شيء. الوعود كما قلت لك وعود برشا، لكن ما ثم حتى ردة فعل شفناها من طرف مسؤولاني. بالمناسبة هذه نطلب كل رجال الأعمال أن يتجهوا إلى مارث، رأي منطقة معناها خصبة موجود فيها اليد العاملة، الناس ترحب باللي يجيها، ونعدوهم أنها معناها موجودة كل الوسائل اللي باش ينجح المشاريع متاعها، سواء صناعيا سواء فلاحيا سواء حتى في البحر زي ده موجود قريب لنا هنا، معناها تنجم جيست بركة يكون بركة إنسان معناها يحب يخدم يجي يلقى كل الحاجات موجودة بحوالها في مارث. سي بشير، ربما ممكن على مستوى الوظيفة العمومية أكيد ذات طاقة محدودة أو معينة، حاليا حوالي سنتين ربما من يحال على التقاعد لم يتم تعويضه. سؤالي ربما من خلال انتصاب أو تركيز المنطقة الصناعية بمارث مدى إسهامها في ربما دفع نسق التنمية من خلال بعث المشاريع الاقتصادية، منها صراحة عندكش فكرة وربما على وضعية هذا الفضاء الاقتصادي؟ المنطقة الصناعية هذه أنت برك لو فيك جبتها، منطقة صناعية موجودة إلا في الورق، على الورق كي تحكي مع مسؤول يقول لك عندنا منطقة صناعية في مارث ونزل نوصلك حتى تول الموقع، لكن ما ثم حتى حجرة تحطت فيها رغم أنها تم تهيئتها، رغم أن موجودة التهيئة موجودة المنطقة معناها، لكن مبادرة بركة من المسؤولين كما قلت لك، أنا نداء لكل مسؤول في 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 الجمهورية التونسية هذه، نداء لكل رجال الأعمال أنها معتمدية مارث راهي متوفر، تحب تعمل معمل من أي اختصاص موجودة المنطقة مهيئة، ننتظر إلى المبادرة فقط. هي ربما سي البشير من أكيد أن المنطقة الصناعية أو مارث ككل كمعتمدية مارث ذات أولوية في تشجيع على بعث المشاريع. أنا أعتقد إذا كانت لم تجد مبادرة من أبناء المنطقة في بعث المشاريع ما نطلبش ما أن من يأتي من خارج مارث، من المفروض خاصة أن من أبناء الجالية العاملين بالخارج بإمكانهم ربما حتى في شكل جمعيات أو شكل أكثر من فردي كونوا منها شركات بإمكانهم أن يركزوا بعض المشاريع الاقتصادية التي تستقطب وممكن أن نقضي على أو على الأقل نحد من عدد العاطلين. إن شاء الله هذا نداء لكل أبناء مارث اللي فيهم رجال أعمال معنا عندهم قدرة بشي ينتصبوا مع شركات كبرى، ورغم ذلك أنا عندنا شكون معنا معتصم وحبي يعمل شركة متاع تنظيف، فهمتني، اللي هو اسمه فتح أسبوع حاليا مش موجود لهني، حبش يحل شركة متاع تنظيف، ولكن ما يجي كل العراقيل، صدقني كي نقول لك يجي كل العراقيل عن طريق المناولة، واللي هي توجدت هذه حتى في الوزارة معنا حكوا فيها ويحبوا معنا البلديات هكا تشوف معنا سبحان الله لو سخب يكرنا كما نقولوا فيها واش كل شيء، حبوا باش يعملوا كل منطقة معنا ياخذوا شركة خاصة معنا باش تنظف أنهجة، إلى يومنا هذا التو معطوش اللوكي باش يبدأ يخدم وباش يبدأ هي إن شاء الله سير بشير ربما بعد حتى مبادرات منكم أن زوز من الناس أو ثلاثة ينجم بإمكانهم بعث مشروع صغير معنا ينجم يتطور شيئا فشيئا إن شاء الله حتى ولو كان تجاري. إن شاء الله
كما قلت لك راهو المبادرة موجودة، لكن مثال باش نقول لك على مشروع تجاري وقت اللي باش يتلموا زوز أو ثلاثة من الناس ما نحبوا يعملوا مشروع تجاري، باش توصل المسؤول يقول لك لا تجاري لا ما نجمش تجاري، لكن أنت في الرايد الرسمي تحكوا وتقولوا معناها نعاونوا الشباب وقت اللي جي أنت باش تعمل مبادرة باش تخدم باش تحل مشروع لابد باش تلقى عراقيل. قصدك ما يهم منها منح القروض منها أي من حكومة لا تعطى من المجال التجاري يعطيك صحة. إذا كان توهني الحكومة تعطي معناها نقول احنا الضوء الأخضر للتجارة أنك باش تعمل مشاريع تجارية يعطوك التمويل، نأكد لك أنه يمتص بعض من البطالة في معتمدية مارت، لأن موجودة هذه معايا يعني في المعتصمين معايا عدة أشخاص يحبوا أنا يحل حتى محل متاع تجارة متاع ملابس متاع ملابس رياضية مثال، أنا ثم شكون معايا يحب يعمل مختص في ملابس رياضية، ثم شكون يحب مختص في المواد البناء، لكن التمويل ما عنديش وقت اللي يجي باش يحب يعمل هو معنا مشروع هذايا وباش يلقى الدوله باش تموله، هني الدوله تقول لا معنا يلقى عراقيل. فهمتني شنو المطلوب سي البشير؟ المطلوب من الحكومه انها تلتفت الى معتمديه مارث وتحاول تعطيها في نصيبها من الـ الشركات الكبرى تنتصب في معتمديه مارث. اكد لكم انا اذا كان يحلوا ثلاثه معامل كبار في مارث تو تمتص البطاله كلها، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا معناها نلقوا يد المساعده معناها للناس البطاله، خاطر شباب بارت معناها بدي نقولوا يتيبا نوع من الاحباط في من البطاله، معناها الناس بربي انسان يبدا عمره في الأربعين وعنده اربع صغار وثلاثه صغار وهو بطال يخدم نهار مرمى ياكله ويبقى يستنى في نهار غدوه. فهمتني صراحة تحس طيب سي البشير قبل ربما ما نخدموا اللقاء معاكم، أنا نعرف لمعتمدية بارث تصنف كمعتمدية فلاحية وفما طاقات على المستوى الإنتاجي، لكن ما نعرفش على المستوى التشغيلي أسكو الفلاحة قادرة ربما أنها تستقطب الشباب، وحتى ما نتحدش حتى على المستوى التشغيلي فقط ولكن حتى على بعض المشاريع الفلاحية. أنتم كشباب بارث ماشيين ربما في الخط هذا ولا لا تحبوش الفلاح؟ شباب مارث يحب يخدم يحب يخدم اعطيه بركه مولى يخدم، لكن كما قلت لك ديما اعطيني في القطاع الفلاحي الناس كل تحب تخدم، لكن وقت لي يوم ما الوزير قال لي شو خرطوا زيتون ما مشى له حد. لا موجوده في مارث احنا تلقاه استاذ ويخرط في الزيتون، ما عندناش الباهي في مارث، انا ناس متواضعه برشا يحبوا يخدموا يحبوا ينتجوا، كل مراه كما الرجل كما الصغير كما الكبير، ربما على مستوى التفرغ اصيل بشير على مستوى الفلاحه. نأكد لك إذا كان يتوجد مشكلتنا شنية في مارث، مشكلتنا في الماء الماء مش موجود، وقت اللي أنت تحفر أبار وتعطي معناها الكمية الكافية للفلاح متاع ماء باش يخدم أرضه، أما تو نعطيك معناها أنا مش مسؤول على مجمع متاع ماء، أما نعطيك مجمع متاع ماء مثلا مسؤول عليه بعض الأخوة يحكي لك على مشاكل متاع نقص في الري خاصة تو في الفترة متاع الصيف مثال احنا مارت معروفة بالرمان. اسمعني لو احنا حاجتنا بمشاكل التشغيل مش بمشاكل الفلاح، تنجيوها مشاكل الفلاح ما تهربش بينا، نحكي لك انتو كشباب اسكو خدمتوا في باب بعث مشاريع فلاحية وإلا لا؟ انتو ما مهتمين ربما بالقطاع الفلاحي ولا لا؟ احنا مهتمين بالقطاع الفلاحي ونحب نخدم معناها ايش باش نقول لك، انا كان يعطوني غدوه معناها باش نخدم بير ارتوازي نخدم ونشغل معايا اقل شيء 20 شخص، لكن المشكله ما تلقاش شكون اللي باش يعاونك. تمشي مثال باش تقولها معطوني باش نحفر بير ارتوازي عميق، معناها بير عميق لان الابار السطحيه ما عادش متواجد المي، هي الابار اللي عملتها من الدوله، علاش قلت لك انا ديريكت روحت لك للحاجه الاساسيه. شباب مارث يحب يخدم، لكن كي يجي يشوف هي ابار عملتها من الدوله ونقص في الماء، فيما بالك انت كمواطن عادي باش تمشي طلب وباش تحل مشروع وتعمل بير وتعمل معناها الناس باش تخدم معك، معناها هو الباب مسكر من اصله. طيب كل الشكر لكم ان شاء الله، نشكركم برشا انتم زاده، مرحبا بكم اكيد، وان شاء الله كما قلت لك انا نداء لكل رجال الاعمال انهم يتوجهوا الى مارث فيها كل متطلبات العيش، واحنا نتوجهوا زملائي اللي قبل راهو موجود الموجودين بالخارج، وكما كان يتحدث بكري سي كمال نعرفوا المرثيه لاباس عليهم،
ينجم يحلوا مشاريع وينجم يكون الحل من الجهة، ربما لأنه إذا باش ننتظروا الحلول جينا من المركز وصناعة ومشاريع كبرى وغيره، هذا يرى وشفناك على الورق. نتمنى لكم أكيد أنه يتجد حلول سريعة، والحلول السريعة ما تنجم تجي كان من الجهات ومن أبناء الجهات لأنهم أدرى بمشاغل بلادهم وأدرى حتى بطبيعة السوق التشغيلية. على كل بركة الله فيكم، كلامكم أحانا مباشرة باش نمشي القطاع الفلاحة كمكون أساسي من المكونات الاقتصادية لجهة مارث سيد بشير، وتعتبر مدينة مارث مدينة تتميز بإنتاج على مستوى بعض المواد على مستوى وطني، ونشوف السلعة اللي جاية من مارث في برشا دول عربية وأوروبية ومن بيناتها الرومان وأيضا الغلة متاع السيف اللي تنتج بكثافة. ولكن القطاع هذا يبيد ويشكو عديد الإشكاليات على مستوى الدعم على مستوى الماء وغيره، باش نخوضوا فيها مع سي حسين هرس أمين مال المجمع المائي لمارث واحد. أكيد ريم، ربما مكانة مارث الفلاحية مهمة جدا منذ العصور القديمة، خاصة عديد الأشجار المثمرة التي ميزت بها هذه الجهة على غرار الزيتين، على غرار ربما الكروم والتين، وكذلك الرمان معناها التي تحتل ربما مكانة هامة وهي تتصدر على المستوى الوطني من حيث الإنتاج كمعتمدية للوقوف ربما على هذا القطاع الهام الذي ربما له مردودية مهمة جدا تجاريا وكذلك اقتصاديا من خلال تصدير كميات هامة إلى خارج الحدود. سي حسين هرس أمين مال مجمع التنمية الفلاحية بمارث واحد، ربما فكرة عن هذا المجمع، في كيف يمكن أن تقدم هذا المجمع للسادة مستمعي إذاعة وزيس أف أم من جابس؟ مرحبا بإذاعة جابس في معتمدية مارث. بالنسبة للمجمع المائي مارث واحد اللي هو معروف باسم منطقة الأخماس وهي تمثل الواحة القديمة بمارث، يمسح 120 هكتار مقسم على زوز خطوط. أكبر من أكبر المشاكل اللي عندنا في الواحة القديمة هذه هي ندرة المياه. الدورة المائية تدور على 40 يوم، يعني الانتاج بشوي عديمة الانتاج مع الظروف المناخية القاسية مع الحشرات الضارة كما ابو دقيق الرمان هذا اللي جانا من الشرق، بحيث تو عندنا مدة 3-4 سنوات معناها نقص ياسر الانتاج ومعناها صار فيها خسائر كبيرة بالنسبة للفلاحين. الشيء اللي خلى اغلب الفلاحين تولي معناها تفكر في انها تهجر الفلاحه وما عادش تخدم تصير تور رمان. على مستوى تنشيط الفضاء هذا الطبيعي الواحه، نسبه الناشطين في هذه الواحه عدد الفلاحه معنا موجودين عدد 360 فلاح. كي نشوفوا شنو النسبه، ربما ثم جانب اهمال في على مستوى الواحه من خلال المساحه اللي ذكرتها موجود مش بصفة كبيرة، ولكن معنا كما قلت لك كما ذكرت أن ندرة المياه ندرة المياه هي الأساس اللي تخلت معنا لابد من التفكير في إحداث بئر جديدة. طيب أنت أشرت سي الحسين إلى أنه الواحات هذه هي واحات قديمة قاعد يتم استصلاحها معناها وتجديدها وإلا بقات على حالها؟ لأنه نعرف في مناطق أخرى فما بعض العائلات لتصبح الملكية مشتركة في الواحة هذيك يتم ربما هجرها وما يتمش تجديدها، لأنه حتى على مستوى الدعم المالي من قبل الدولة ما تنجمش تعطي لمشروع متعدد ربما الأصحاب. لا موقع شجرة ما تم معنى الكلمة، ولكن كما ذكرت هو بالنسبة للوحة القديمة ترجع لسنة 1934 وقع إحداث البئر هذه من طرف السلطات الفرنسية وقاعد يخدم إلى يومنا هذا، ولكن المردودية هي اللي تخلي الفلاحة تفكر في معنى معاش تخدم. فكرتوش ربما في حلول بديلة أنتم كفلاحة وكمجمع؟ كحلول بديلة معناها لابد من إحداث بئر جديد. طيب خلينا ربما نخوضوا في المشاكل الأخرى لقطاع الفلاحة في الجهة. خلاف الماء هي كما قلت لك الحشرات الضارة هذه كما أبو دقيق الرمان كما دود التمر حتي تضر بالأشجار الرمان، وثم مرض معنا سائل جديد في مخص أشجار النخيل
المصطلحات في الحي يسموه البلع. مرض البلع هذا تو عنده سنتين حتى بدا ينتشر في معتمديه في واحد الخماس. امام هذه الوضعيه الصحيه للواحه وتحديدا للنخيل او كما ذكرتم الرمان، ربما شنو اي دور للخلايا المؤسسات الفلاحيه او الهيكل الفلاحيه على الاقل على المستوى المحلي، ولما لا حتى يتجاوز على المستوى الجهوي؟ على المستوى المحلي ما ثماش، على المستوى الجهوي معنا المندوبيه الفلاحيه بجابس تتدخل من حين لاخر، ولكن التدخل نتاعها صراحه ما كانش ناجح، معناها ما كانش ما عطاش نتائج ايجابيه 100%. وقع الحد شويه من خاصه الحشره هذه ابو دقيق، معناها حشره كارثيه وقع الحد منها، ولكن مش اقل من المستوى المطلوب. عندش علاقه ربما بالافراط في استعمال المواد الكيميائيه مثلا؟ لا ما عندها حتى علاقه، هي حشره معناها وقع حسب حسب الامور العلميه، معناها البحوث اللي جرت على الحشره هذه جات من الشرق الاوسط في الزريعه نتاع الطماطم، واستفحلت في كامل الجمهوريه، مش كان معتمدية مياه في كامل الجمهوريه. اول ما بدات سيدي بوزيد وتنقلت بشوي بشوي معناها الأماكن الكل. على مستوى التسويق والترويج للمنتوج الفلاحي تم صعوبات، خلينا نتحدث عليه. التسويق كان ثم السوق الليبي اهم سوق في السنوات تاع ما بعد الثوره، معناها ثم شويه ما عادش كيما قبل معناها. إيه فسر لنا كيفاش ربما تصير العمليه. ثم صعوبات على مستوى الحدود، ما خلوهمش يعدوا الرمان، ثم صعوبات عديده. طيب والحرب الدائره في ليبيا ما تخليش ما تشجعش بالنسبه للفلاحه الكبار، اكيد يشتغلوا مع شركات نتاع توزيع ومع تصدير وغيره. الفلاح الصغير ربما اللي المردود يكون للعائله، المردود المادي نتحدث يكون للعائله، كيفاش يصير التصرف ربما في المنتوج هذاك على مستوى السوق المحلية يعني في مدينة مارث، وإلا عندكم ربما مزودين تتعاملوا معه؟ لا يتم كان على مستوى السوق المحلية، معنا ثم فلاحة بعض فلاحة يهبطوا للسوق يبيعوا المنتج بتاعهم، اللي عنده شويات يبيع المنتج بتاعه في السوق، أما الأغلبية تركز على السوق الليبي. طيب ثماش سوق بالنسبة للواحد الخماس، ثماش سوق غير السوق الليبي. خلينا من يعني أنتم تعرفوا بعضكم أكيد في الجهة وتعرف مشاغل الفلاحين عموما، يعني خلينا نتحدث على مشاغل الفلاحين عموما مش كان بالنسبة للواحة القديمة. الفلاح بصفة عامة ثم الفلاح البيولوجية في الزرات. لا خلينا نتحدث على مستوى بلدية مارث. بلدية مارث منطقة البلدية، منطقة بلدية مارث هي الوحيدة، هي الواحة القديمة هذه الأخماس. طيب سي الحسين، ربما أشرتم إلى صعوبة ترويج المنتوج إلى خارج مارث، هل فكر المجمع التنمية أو بعض ما نعرفش الهياكل الأخرى التي تهتم بالقطاع الفلاحي في تثمين المنتوج مثلا تحويلة صناعيا؟ الرمان ينجم بالإمكان تحويله إلى شراب الرمان نقولوا شربه، ربما إلى نوع من العصائر، ربما زي نوع معجون. بالنسبة للفلاح أغلبية فلاحي صغار فلاحين، معنا ما ثمش كما ذكرت 120 هكتار، 360 فلاح، 360 فلاح يعني كل إنسان عنده برسك الانتير بتاع هكتار. قيمة المنتوج معنا سنويا، قيمة المنتوج ما تسمحلاش بشي كواحة كمر. ما فهمتش السؤال. كواحة تنتج كم القيمة من الإنتاج، كم من طن مثلا من الواحة تنتج سنويا من الرمان؟ لا ما عنديش فكرة بالضبط. مثلا ما عندكش فكرة؟ لا. لأن كل فلاح يبيع واحد، ما تنجمش تعطي رقم صحيح معناها. كل فلاح كيفاش يلقى كيفاش يبيع يبيع، المهم لازم يتخلص من الصابة نتاعه. لا قصدي انتم باعتباركم تشرفوا على هذا الفضاء الطبيعي ما عندكمش فكره؟ لا احنا نشرف على الواحه. لا الاشراف نتاع المجمع المائي توزيع المياه، توزيع المياه فقط، ما عندكمش تدخلات اخرى تهم الفلاح؟ تدخلات فيما يخص الادويه كيف الوقت اللي تمد المندوب الجهوي بالادويه نقوموا بالمداوات وكو. طيب في نفس الإطار سي كمال السيد عن جمعية تنمية التراث وأحياء التراث عنده إضافة، تفضل. والله نجم في الموضوع الفلاحي في معتمدية مارث على الأقل فما إضافة في بلدية مارث، في بلدية مارث معتمدية فهمت ككل، تضم السقي شرط السقي شرط الخماس معناها كلها مناطق فلاحية، وإحنا معتمدة في معتمدية فلاحية مصنفة فلاحية، ولكن الفلاح ما معنا ما يتمتع بحتى شيء، لا امتيازات معناها في البذور لا في المشيات لا معناها دعم مادي، معناها الإنسان يخدم بجهدك، علاش عزوف الشباب عن عمل فلاحي؟
وهذا طلبنا به معنا حتى المسالك الفلاحية يجد الإنسان صعوبة حتى يلج معنا الواحة متاع. وإحنا طلبنا بالنسبة للحشرة هذه متاع الرمان تو نلقوا في سيدي بوزيدك شفتي الهندي أنتي هندي حلو هندي معناها معناه جميع الأصناف بالشوك من غير شوك علاش هذاك بحوث علمية كيف كيف في إنتاج القوارص إحنا مارس من 2011 إحنا نطالب مركز السركين تحويل إلى وحدة بحث بحث وعندنا شباب الحمد لله معنا في وحدة البحوث في الأراضي القاحلة في مدنين نجم يقدموا الإضافة وعندهم بروجيات وقدمناها حتى الوزير الفلاحة ولكن لنا نجد معنا أذان صاغي. بالنسبة للجهات التي معناها استعملت العنف واستعملت معناها عديد الطرق الأخرى حازت عديد المكاسب بالنسبة هذا مش في إطار تشريع للعنف استعمل على الأقل معناها جزء من العنف اللي يحب يجيب مكاسب معناها ما فيش معناها إضرار بالمكاسب الوطنية فهمتي أمني معتمدية مارس بقينا الناس كل معناها سلبيين ما استعملنا هاد شيء وحني من الناس معناها أكثرية مثقفة الحمد لله معنا عائلات كلها قرتنا الحمد لله بحكم أن الأباء عرفوا معناها إيش فما في البلاد على الأقل هاجروا من أول معناها من اللي خرج الاستعمار مشوا معاه على الأقل علمونا وصلوني يا باباي مهاجر فهمت هذا تلقى باباه مهاجر علاش علمونا وعلى الأقل ثقفنا ثقافنا قعدنا معنا ملتزمين بالثقافة والعمل السلمي والعمل معنا الحمد لله. أعود إلى سي الحسين أمين مال المجمع التنمية الفلاحية بمارث واحد وربما هل فكرتم في مثلا تركيز أو بعث تعضيات خدمات فلاحية تتبنى منتوج الفلاحين مثلا وترويجه خارج المنطقة؟ فكرنا في الموضوع هذا ولكن ثم كما ذكرتك ثم عزوف من قبل الفلاحين معنا مش قبل الوضعية بالإضافة إلى ربما إدخال أو برمجة مع على مستوى الجهة إدخال أشغال معناها تهيئة لبعض البنية التحتية مثلا أو رفع الفواضل النخيل معناها الإشكاليات اللي تعيش تعيشها الواحة كل فلاح يقوم بدورة واحدة الإمكانيات المادية متاع المجمع ما تسمح لهاش بشي يقوم بالجميع الأعمال هذه. طيب هذه كانت إطلالتنا على القطاع الفلاحي لجهة مارث هذه ربما بعض النقاط ومتأكدة أنه فما نقاط أخرى ربما ما تحدثناش عليها لأنه كما تحدثنا مارث هي معتمدية ومدينة فلاحية بالأساس ولكن الإنتاج الفلاحي على الرغم والحمد لله من وفرته فما برشا إشكاليات على المستوى الإنتاجي على المستوى التسويقي لأسباب ترجع بالأساس للوضعية بتاع الفلاح وأيضا على مستوى دعم الدولة لهذا القطاع. نتحول توا لاستديوهاتنا المركزية لموجز أخبار الأحداث دورة وعكلة دورة وعكلة دورة وعكلة دورة وعكلة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا مواصلين في برنامج دورة وعكلة في ساعته الثانية دونك الحديث باش يكون عن الجانب الثقافي والانطلاقة مع الفروسياسي البشير. في مجال آخر تتميز به مدينة مارث ونعني به الفروسي أكيد ظاهرة تعدد المولعين والمهتمين بالشعر على غرار الشعر كذلك المولعين بتربية الخيول وكذلك الألعاب الفروسية وكنشوفه في الجانب التاريخي قد عثرت على كتاب تاريخ الجزائر بإمضاء الكاتب أحمد أمين المدني إلى أن في مجال الشعر أن اللغة العامة الدارجة الموجودة لدى قبائل الأحمر هي ذات عبارة فصيحة قرآنية وقد تلازمت هذه الفصاحة مع انتشار الشعر بين أبنائها وما نلاحظه ريم في هذا الجيل وربما الأجيال السابقة أن ظاهرة انتشار المهتمين بالشعر سواء كانوا ربما شعراء يكتبون الشعر أو حافظين للشعر كذلك هو شعر في الحقيقة راق صفة الشعر العربي على غرار ما تميز به الشعر العربي في جزيرة العرب كما يضاف إليه كذلك ركوب الخيل فضلا عن الصفات الأخرى التي يميز أهالي مارث من خلال الكرم والجود. سيلة رضا الوحيشي عرفنا بهذه الجمعية ربما نادرة على مستوى ولاية قابس ما غير موجودة ممكن في الحامة. الحاجة مرحبا بكم عايشك. بالنسبة لجمعية مارث انبعثت عام 89 وبعد الثورة انبعثت في معتمدية مارث جمعية الزارات وجمعية عراء
بالنسبة لجمعية مارث على مستوى معتمدية مارث تضم أكثر من 350 جواد، وفما مركز تجويد معناتها يخص معتمدية مارث ككل تابع لوزارة الفلاحة، يضم خيول للتجويد كل أربع شهور معناتها في شهر مارس وأفريل وماي وجوان. من خلال جمعيتكم سي رضا الوحيشي كنشوفوا من الجانب الفلاحي أن هناك تقاليد في تربية الخيول في مارث، معناها أكيد أنها عندها دور اقتصادي. أكيد كل الفلاحين لحد الآن يستعملوا في الخيول والأنواع الأخرى من في الاستعمال الفلاحي مثل قولوا الحرثان والتنقل ولحد الآن. طيب ربما الخصوصية الفلاحية موجودة وتحدثت عليها، لأننا نحب نتناول معك سي رضا البعد الرياضي والثقافي، لأنه في جهة مارث كما كنت تحدث سي بشير مبكري ارتبط الشعر بالفروسية، والفروسية فيها البعد الفرجوي، الاحتفالات الفرجوية اللي تصير. نعم. لو كان نتحدث عليها في علاقة بالجانب الرياضي وأيضا في علاقة بالجانب الثقافي. بالنسبة للجانب الثقافي منذ عامين ما انبعث مهرجان الفروسية، وكان يسبق مهرجان سيدي يحيى للتراث معروف، هذا من اللي خلقنا نعرفوه، لكن عند مدة تقص الأسباب مجهولة. فهمني بالنسبة للمهرجان الفروسية فيه سباقات الخيل بمضمار الزارات، وفيه سباقات العقاد تضم عديد من الفرسان. هذوما اللي مو تكنيك، هذوما خاطر فما برشا ناس أولهم أنا ما نعرفهمش. سباق العقاد يضم من 5 إلى 6 إلى 7 فرسان معناتها باستعمال الأسلحة والتيني كوريكت كما نقولوها تقليدي يعطيك لباس تقليدي. أي. لباس الفارس التقليدي يعطيك الصحة، الحولي والكبوس والبلغة والسلاح مع لباس كامل. ويقوموا باستعراض، يقوم على معناها جري في مضمار يعطيك الصحة، ولازم يكون الخيول ما تفوتش بعضها. على مستوى السباقات هل حصدت ربما الجمعية بعض الجوائز من خلال مشاركاتها على مستوى الوطني؟ أكيد في كل سباق على الأقل يترشح 5-6 من مارث. من خلال ربما فقرات العرس التقليدي خاصة أكيد أن أهالي مارث ما زالوا محافظين على بعض العادات الخصية التقليدية في حفلات الزفاف، هل أن الفارس أو الجواد حاضر في مثل هذه المناسبات العائلية؟ نعم، مارث تتميز بالعرس التقليدية معناتها كل عام. بالنسبة لي كمعناتها أمين عام في الجمعية متاع الفروسية، وكفارس عندي 3 خيول في الدار، معناتها كل عام معناتها نحضر 20-15 عرس تقليدي موجود في مارث، ونتنقلوا كذلك إلى مناطق مجاورة مثل مدنين وتطاوين بن قردان جربة. ربما أعطينا الصورة اللي تقام في مثل هذه المناسبة، مشاركة الفارس في مثل هذه المناسبات العائلية. والله يحضر تحضر الجحفة متكونة من الشمال، وتطلع العروس في الجحفة، ويكون الخيول معناتها موجودة بصفة 15-20-30 فارس فوق الخيول، ونقوم باستعراض يدوم 2-3 ساعات، وبعد يروحوا بالجحفة. مع دور الجمعية على مستوى تكوين ربما انطلاقا من الطفولة، ركوب منها ليس بالهين، لابد أن يجيد بعض التقنيات في منها ركوب الخيل ربما، خاصة في المشاركات منها. بالنسبة للدور الجمعية ما عندهاش دور في الحكاية هذه، خاطر الحكاية هذه يلزمها أمور مادية، يلزمها أسطبل، يلزمها خيول، ويلزمها شكون معناتها التقنية يعلم الأولاد الصغار. فهمتني، يلزمها مشروع كامل. طيب في المشروع هذا أنا سمعت لي فما انتخابات إن شاء الله باش تصير على مستوى الجمعية متاعكم للترشح لخطة رئيس أو رئيس الجمعية فعلا، رئيس الجمعية. وأنت من بين المترشحين إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى لك حظ الوفير على كل الله يخليك. البرنامج إن شاء الله اللي باش تقدمه سي رضا. والله هي الجمعية كانت منذ 5 سنين معناتها ما فيهاش نشاطات كبيرة، فهمتني، تو قاعدين نقصوا في الاشتراكات
باش نجموا نشوفوا شكون باش ينتخبوا الجمعيه الجديده فهمتني. وعلى ضوءها هي يولي واحد يعمل معناتها كي تولي تنتخب الجمعيه الجديده يولي امين مال ومساعد فهمتني، ويقع اجتماع خاص بالنسبه للجمعيه الجديده على ضوء هي نولوا نحطوا البرامج ولا المشاريع اللي باش ان شاء الله ندخلوا فيها ان شاء الله. طيب على ضوء الواقع شنو ربما النقاط اللي تشوفها ضروري الاشتغال عليها على الاقل في المستوى القصير؟ والله اول نقطه هي معناتها لوكال، ما عندناش لوكال تو مبدئيا، ما عندناش لوكال مقر الجمعيه يعطيك الصحه. عندنا مشاكل مادية، عندنا مشاكل في العلف، ما عندناش دعم. معناتها الفلاح تو ياخذ في شكارة شعير ب 25 دينار ما تشدش 4 أيام 5 أيام، معناتها الفلاحة مشكلة برشا، ناس تحب تبيع. معنا الشباب سامحني السؤال يتبادر الذهني، نعرف اللي العروض بتاع الفروسية غالية بعض الثمن نسبيا، يعني العرس اللي باش يجيب 15 فارس ما نصورش انا بالمعلوم الهين اللي باش يدفع. بالنسبة للمارث هني العراس نمشوا مجانا خاطر حني فرسان وهم لهني ناس تقرب لبعضها، أولاد عم ما تنجمش تمشي انت العرس باش تطلب منها فلوس، جوست برك انا العشية وشوية شعيرة لخاطر الخيل وكهو معناتها ما تنجمش. يعني بقات ربما الممارسة في إطار اما كي تنقلوا أدومسي ما تنقلوا لبرا للمهرجانات في تطاوين ولا فهمتني يولي فما ما حكاية بسيطة. الحكاية بسيطة ما تنجمش ربما نقتطعوا منها جزء لدعم الجمعية بالمنطق هذايا هكا ولا صعيب ياسر. على كل بركة الله فيك سي رضا الوحيشي ناشط في جمعية الفروسية، تعرفنا ربما على مجموعة من التفاصيل تخص القطاع هذا اللي يعتبر ربما من القطاعات المفصلية في الذاكرة وفي الموروث في مدينة مارث. هذايا ربما يهزنا إلى فضاء آخر هو الفضاء الشعري والغناء الشعبي أيضا سي البشير، لأنه الفروسية والشعر سنوان لا ينفصلان، واحنا زادة ما نجموش نفصلوا بيناتهم، ذاك علاش باش يكون حاضر شوية. آخر معانا سي علي سرجان، أكيد شاعر وفنان عنده برشا إنتاجات وسمعته برشا مرات مع زميلتنا عروسية الجوالي في ريحة البلاد، تحياتنا لها هي الأخرى. على غرار ما تتميز به مدينة مارث من فروسية، أكيد هناك ظاهرة لافتة للنظر وهي ما يهم الكلام الجميل وهو الشعر. من بين المولعين بهذا الصنف الأدبي سي علي سرجان، بدايتك في هذا المجال الشعري. السلام عليكم. بسم الله. علي الوحيشي، شهير سرجان، علي سرجان الأقرب للناس، شاعر، وكنت عازف زاد على مستوى عازف معنا في فرقة وننشط موسيقيا وننشط على مستوى الثقافي توا سنين معنا ما شاء الله، نعمل بدار ثقافة. الشأن اللي بما يخص الشعر في مارث، معناها الشعر والفروسية هي حاجتين ما ينفصلوش، معناها كي الروح والجسد معناها والفروسية. اللي حبيت نقوله أن كاننا من قديم كبرنا معاه مهرجان سيدي يحيى لتورث بمارث اللي 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 جمع الشعراء وجمع الفرسان وجمع، وكانت ميزة مارث ان الفارس يكون شاعر والشاعر يكون فارس، معناها كما قلنا نحكم ما ينفصلوش معناها. حتى حكي اخويا رضا على المهرجان الفروسية اللي بعث عنده عامين في بالي، هو 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 قطره من 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 سيدي يحيى، معناها قطره من مهرجان سيدي يحيى التراث، لانه هو ركيزه من ركائز المهرجان اللي كانت تقام كما قلنا العقاد وتقام العروض الفروسية واللعب بالبارود والشعر والموقف بكل ما يسمى الموقف، أغنية نسي وغنية والرجال أصوات رجالية ونسائية، وكانت كما قلنا الفروسية الفرسان يعملوا الهيصة ويعملوا البارود، وكانت الشعراء تشأت تقول الشعر فهمت الله من قديم جدودنا وكذا، وتربينا على الشيء هذايا ومعنا لقيناها فينا الشعر، وأغلب شباب مارث نظن شاعر، حتى المشاعر يحفظ ما شاء الله معناها يعتبر شاعر فهمتني. سعينا في المجال هذايا واجتهدنا كل من مكانه، معناها في الجانب الشعر فصيح وفي الجانب الشعر الشعبي وكما قلنا في الجو هذايا. وبالمناسبه حبيت اني نعرج على المهرجان سديحه ان شاء الله اللي ما تمش ما 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 ما, 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 ما
ملف تم ما تسكرش تمت الدورات في حتى في أيامات الثورة تمت الدورات ولكن بشكل ماهوش الشكل العادي المهرجان. نسعى سنة إن شاء الله كمجموعة تلمت برشا شباب إن شاء الله من كل الفئات في مارث إن شاء الله باش يكونوا ونعاودوا نبنوا المهرجان هذايا بالفرسية بالزيارة نعملوا الزيارة ونزوروا المقام الولي ونعملوا السهرات الفنية والثقافية والشعرية ونعملوا العكاظية الشعرية في الليل إن شاء الله وكما قلت لك بكل ما فيه من علاش نية ربما القيمة المضافة جعل أو تأسيس لمهرجان جديد في الفروسية وإحنا ربما كما كنت تحدث عندنا كم كبير ربما ولحظات مهمة تم يعني تدعيمها في مهرجان سيدي يحيى دورات متعددة نخليوها على جنب ونعملوا مهرجان جديد وانتم توا تخموا في إعادة ربما إحيائه. هو المهرجان سيدي يحيى عنده وقت معناه يتم فيه ما فيها بس كان عامل فروسية زادة مثالش وكان عامل مهرجان للشاعر زادة مثالش لا مش مشكلة هو أنه يكون موجود في سيدي يحيى هذا مثال هكو لازم هو هكاك ولكن أنه يفصل ويتعمل زادة باش ما ناخذوش باش ما يقاش خاطر مهرجان سيدي يحيى كما قلت لك مهرجان كبير ويطلب دعم ويطلب وقفة كبيرة زادة كيف نجزئوا الفروسية ونعطاها حقها زادة حتى جمعية الفروسية تاخذ حقها وإحنا كشعراء نكونوا معهم في زي في لمتهم في عرسهم ونعملوا في جانب اخر كما نقولوا مثلا ناخذ اختصاص اخر ونعملوا له حتى هو مهرجان ما فيها باس ما ثماش مشكله الحمد لله ولكن اللي حبيت نقول لك البكري ان المهرجان الاصل معناها اللي كبير هذايا ربما اسس مهرجان سيدي يحيى من فضلك ربما هذايا هذه الاشياء كلها فقط نسامحك عليه هذايا ربما ما ياسسش الى ثقافه فصل الجانب الشعري عن الفروسيه ويولي كل ربما قطاع يشتغل لحاله لا بالعكس هو ما ينفصلش هو حتى كيف نعمل مهرجان فروسيه راهو مع أي ولكن يعني وكأنه ضيف لا ولا أي مش ضيف ضيف شرف لا الروح مش ضيف اللي في الجسد أو العكس كلهم يكملوا بعضهم أنا مش نفصله انتحت هيك يموت الآخر ولكن اللي حبيت أقول أنا مش ضيف الشاعر على الفارس لأنه هو بالأساس فارس والفارس مش ضيف على الشعر لانه هو بالاساس شعر كما قلت لك معناها لانه هو واعي ومثقف هنا أمر كين نركزوا على التامش الفروسية مثالش كما قلنا باش نعطاها اكثر لفته واكثر دعم واكثر وقفه واكثر صوره وكيف باش نركزوا على الشعر زاد ايني واحد كده نعمل عكاظيه شعريه نحس بروحي ناقص كي ما يبداش معايا فارس ولا زوز في البطحه وفي الشعر مع الاصوات معناها كما قلت لك حاجه تكمل بعضها معناها ما نجموش نفصلوا هذا عن ذاك هذاك علاش معناها ما يقلقش ان تعمل المهرجان فروسيه وتعمل المهرجان شعر زاد ان شاء الله يا ربي ندعو من منبر هذا ان يكون مهرجان شعر كبير زاد ويكون زاد مهرجان سيدي يحيى وتكون مهرجانات اخرى زاد عندنا الاخوه في الجمعيه الثقافه البديله او البديل الثقافي عارفش نخلط بين مجلة الثقافة البديلة قاعدين زاد يخدموا في عمل كبير زاد على مستوى الشعر الفصيح والمهرجان المختار الرماني ان شاء الله باش يكونوا ان شاء الله يكونوا باش يحكوا فيه معناها الناس كلها قاعده تسعى وما فيها بس ان نخدموا الناس كلها في كل المجالات وكل الانماط الثقافيه وكل الاشكال الثقافيه معناها ان كانت شعر او فروسيه او شعر ريم هي في الحقيقه الثقافه تراهن على مبدعي ابناء المنطقه سي علي الوحيشة أو شهرة سي علي سرجان هو في الحقيقة متعدد الفنون خاصة يجمع بين الشعر والغناء نستسمحك قبل أن نتواصل معك في هذا اللقاء هدية لمستمعي إذاعة وزيس أف أم من جابس ربما قصيدة تتغنى بمارث هو قصيد بين الشعر والفارس ممكن نعطي منها شوية نقول عزيز نفس زي الصقر ما ينذل فارس ولد في حل سرج على الأزرق وساق الكل عزيز نفس زي الصقر ما ينذل فارس يليد جواد عزيز نفس لا يرضخ ولا ينهان سرج على الأزرق حجر الواد وعازم على طيل وتطيان عند نفق صدر وشق وهاد طاير خفق بلا جنحان عبعب قطع الواسعة وبعاد ثاير مشي يهفي تقول الجان ركبة ولد فارس وسيد سياد صيد الوغاء حامي حمال أوطان شاعر نظم عارف خفايا الضاد مرتب بياته عاشق الغزلان وين الكرم ينزل ودار معاد وين الرخاء وين الربيع الوان وين نجعنا وين الثرى ورشاد رشق حافرة يقدع على الصوان رشق حافرة ونهال يرصد الموت وما يخاف أهوال فارس عشق الباد يوم زال ثابت بعزمه لا فتر لا كل ولا هان من خلى وراها شبال ولا يخاف من قام الحدود عدل عزيز نفس زي الصقر ما ينذل فارس ولد في حل سرج على الأزرق وساق كل عزيز نفس تأكيد عدم الفصل بين الشعر والفروسية
سالي، أنت اعتمدت الشعر في عديد الأغراض؟ أكيد أكيد، كتبنا في عديد الأشكال الشعرية والشعبي والعديد الأغراض وعديد الأشكال. ربما باعتبارك أنك ناشط في الحقل الثقافي، صراحة ما هو واقع الثقافة في ربوع مدينة مارث؟ الواقع الثقافي أننا والله أغلب المسؤولين تسمع ولا تحس، معناها برشا يجي يقول لك قولي أش بيك ولكن ما يحسنيش، وهذا ما يفيدنيش. الشأن الثقافي في مارث، الواقع الثقافي في مارث، أننا كل مثقف نشوفه هيك من هذا من ناحيتي، أن كل مثقف ربما باستثناء البعض اللي يلاقي كيفاش الإمكانية، أن ولكن للأغلب حتى اللي يلاقي الإمكانية لا أكيد يتولد كل يوم باش يموت كل لحظة. ناس تتولد كل يوم، يتولد فينا الأمل كل يوم باش يموت كل لحظة. بودنا بكل ود أكيد بودنا وكل ود أن تفتح الأبواب ويعطى للمبدع المجال أن يتنفس، أن فهمت كيفاش؟ واقع أليم شوي ولكننا قاعدين نجتهد إن شاء الله، والصبر طيب إن شاء الله، وأولاد صبر. طيب علي، ربما كل مبدع عنده نوع من النرجسية اللي يعني لا تشبع إلا وقت اللي يرى نفسه أمام عدد كبير من الجماهير اللي تصفق له. ربما في الجنوب تعرف الواقع الثقافي مش كان في مارث، في تونس في الجنوب عموما واقع شحيح، وفما بعض الأسماء رغم الإمكانيات الكبيرة اللي عندها ولكن ما ترهاش جملة قدام الجمهور. هذايا في جهة مارث عندكم خصوصية اللي كنت تحث عليها العرس، والشاعر ما ينجمش يكون فما عرس من غير شعر، هذايا ربما يشبع جزء من هذه النرجسية متاع المبدع، ولا والله الأمر لا يكفي، ربما هذا جزء ولكن العمل الثقافي أيضا مطلوب. صدقا عن شخصي هذا لا يشبع، لأن أصل الشاعر مش للعرس بركة، أصل الشاعر للشاعر هو لسان القبيلة يقولوا، والشاعر أولى المعرفة وآخره، المفروض الشاعر يكون عارف، والشاعر مش شاعر لأجل العرس، لأجل يرقص فلان ويغني فلان ويسمع فلان، يسمع البعض والبعض الآخر يقول لك حول ما عرفش ينتظر بعض القصائد من في شكل ما، لا الشاعر مش هذا الشاعر هذا، ولكن الشاعر الأصل اللي نراه هنا واللي العرس ما يشبعش رغبته معنا في 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 أن يوصل صوته وأن يوصل الكلمة، الشاعر أن يبني، أن يأسس الجيل، يأسس الشباب، يأسس الوعي، الثقافة، الصدق، الحمد لله، وكيف ما يقولوا معنا علم ابنك الصدق، معناها والصدق سيعلمه كل شيء، معنا علم مجيست الصدق والصدق يعلمه كل شيء، الشعر لازم يكون صادق، لازم نعلم ولدي الصدق، الحمد لله. هي بالمناسبة جاني ولدي قال لي بابا قول لي شعر، معناها واني نكتب في شعر، معناها ولا هزني التوجه كما قال سي بشير بكري، انا كتبنا في عدة الأغراض وليت وخطبت، معناها قلت له لحظات وخطبت، قلت له لا تنسى ولدي ولا تحير، دير الخير وداوي جناح الطير يطير، داوي جراحة يطير الطير تعود فراحة، يرفرف ويعلي بجناحة، وارسم بسمة في وجه الغير ولا تنسى، ارسم بسمة وخليها في مثيل النسمة، كون الأجمل أنت وأسمى زي الوردة تفوح عبير ولا تنسى. حبيناها أني حتى ولدي استغل فيه أني نرسي فيه الـ 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 الرحمة والصدق طبعا، قيم الإنسانية. إيه الشاعر للأسف رسالة في حد ذاتها، الشاعر للأسف هو منسي في كل المنابر وفي كل الإذاعات والتلفز، الإذاعات لا قد يكون واخذ حقه، ولكن الشاعر يحب صوته يكون يوصل أكثر عدد ممكن من الناس. لكن فما في تونس أيضا علي شعراء نجوم، وقت نتحدثوا كما أسماء كما المزغني كما شعراء نجم بعين شكون كما لا يرحمه عبد الحمد وغيرهم الأسماء، نجم بعين شكون، نجم بعين الإعلام اللي شاء على المستوى الجماهيري، حتى إذا اختلفنا على المستوى المضموني على المستوى الجماهيري، منجم مثلا حد يزايد على شعبية ولاد أحمد، لا ربما ريم أعطى الأولوية لأبناء المنطقة، الشعراء من المنطقة خاصة في الحفلات ربما ثقافية أو التظاهرات الثقافية التي تقام من حين لآخر في ربوع ولاية قابس. هو للأسف الشديد أن تكرار بعض الأسماء وتكرار عدة قصائد وتكرار عدة وجوه خلانا نظن أنه نجم، وهو بالأساس لا ما نعني حد وما نسمي حد، ولكن هو تكرار الأسماء من أصوات غنائية ومن شعراء ومن من ومن من ثم عديد شعراء الممتازين وعديد شعراء طيبين، ولكن التكرار التسمية أنك تدق علي كل يوم الباب نحفظ وجهك غدو ما غير ما نعشر نشعر تقول تعرف نعرفك صحيح. الإعلام صنع هيلة كبيرة لبرشة نجوم برشة كذا، وهي بالأساس لا يوجد النجم، نجم في داخلك، نجم في صدقك، نجم في طبعك، نجم في أصلك، نجم في 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 الاستقامة، لكن للأسف اللي نشوفه فيهم هيك تشوفي معناها عدة مشاهد وعدة حالات، وهذا وصل الفن في تونس الكمين، هذا الكمين أنك تصنع نجم
وفي في 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 الأساس حناجر من ذهب وقلوب من خشب وعقول من خشب. ساعات نقول للأسف هذا اللي صار. طيب. إن شاء الله نقوله لتجتهد. إن شاء الله القادم أفضل. إن شاء الله. إن شاء الله. ديما الواحد هو حلي للأسف أنا ديما كي يسأل الإنسان يسأل ديما يعبر كان على الوجيعة وينسى الفرح. ثم الفرح وثم الناس الطيبة وثم الشعراء ما شاء الله وثم الناس تحب تخدم. فقط كما قلت لك إن شاء الله نحاول أن تجتهد الناس كلها أن تجتمع. تجتمع الناس الطيبة ونخدم إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر ليك علي سرجان عن مجمل النقاط اللي تحدثنا فيها. بعد شوية باش ناخذ جزء ثاني من العمل الثقافي وأيضا من الإبداع نتحدث على الشعر الفصيح مع سي علي الخريجي وأيضا سي عادل هرس نتعرف معهم أيضا على مجموعة من الإبداعات جديدة. ولكن تفضل علي. والله في حبيت في الأخير حبيت نعقب ونقول على مهرجان سيدي يحيى إن شاء الله يقام سنين إن شاء الله. التاريخ 19/20/21 أوت إن شاء الله ربي قدرنا. اجتهدنا كما قلت لك الناس كلها والمجتمع المدني والجمعيات كلها ما شاء الله وكل الإخوة تجندت إن شاء الله باش تنبعث لجان في كل المسألة كل الاتجاهات الدعم المادي والإعلام والتنسيق وكذا. وهذه دعوة لكم وزيس أفهام إن شاء الله تكونوا معنا إن شاء الله والدعوة للذيعات كل اللي تتبع زي وزيس أفهام والتلافز أن يكونوا معنا إن شاء الله في المهرجان هذية. كما قلت لك باش نجتهدوا أن باش يكون فيه معرض تجاري مع الوزارة التربية إن شاء الله فاش يكون في 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 المدرسة إن شاء الله ونحاولوا أن يكون سنين حبينا نرجعوه خاطر عند سنين هاتوا تم الانقطاع. الزيارة إن شاء الله باش تكون عندنا لجنة قاعدة تو تخدم عليها وتنبعث لجان زادة في الخارج إن شاء الله هاتوا الولادات في الخارج مشكورين ياسر وهذه زادة معناها تحية لهم من عبر هذا المنبر على دعمهم على وقوفهم على حميتهم على كذا على البلاد معناها ككل وعلى المهرجان بصفة خاصة. كما قلنا الفروسية إن شاء الله بترجع حاولنا أن تكون حتى الفرق المشاركة إن شاء الله بتكون استعراض كبير من الجزائر من ليبيا من المغرب. تم الاتصال وإن شاء الله نقول بحول الله يا ربي يصير خير إن شاء الله. بشكون معناها على مستوى الفروسية هذا قلنا وبشكون الزيارة إن شاء الله وإن شاء الله ديما ملمومين إن شاء الله وديما فرحانين إن شاء الله بارك الله فيك الثقافة يتحسن إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك مواصلين الحديث دورة وعكلة دورة وعكلة دورة وعكلة دورة وعكلة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا في دورة وعكلة اللي زور اليوم مدينة مارث ومواصلين في الحديث عن الثقافة في الجهة مع الشاعر والقصاص سي علي الخريجي. ربما سؤالي ليك الأول سي علي وشكرا على الكتب حتى نطلعوا عليهم. هل من السهل أن تكون شاعر فصيح في ثقافة وإلا في مدينة ربما متشبع ومتأصل فيها الشعر الشعبي وربما التفاصيل متاع الثقافة الشعبية أو الموروث الشعبي إن صحت العبارة حتى نكون دقيقة أكثر؟ أولا قبل كل شيء سنرحب بكم كما رحب بكم السابقون و أهم ما نصب إليه جميعا أن هذه الإذاعة الفتية تمد موجاتها إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه حتى يكون صوتنا مسموعا خارج الولاية وخارج هذه المنطقة التي تصل إليها موجات إذاعة وزيس أفهام. شكرا لك. إذن أنتم مشكورين. السؤال الذي طرحتيه سأجله قليلا لأن لدي عتب على تبويب الفقرات. تفضل. هذا راجع إلى تفكيرنا العام وأنت طرحت المشكلة في صلب هذه الملاحظة باعتبار أننا نفكر ما زلنا نفكر تفكيرا تقليديا التقليدي ثم بعد ذلك يأتي الثقافي أو الثقافة الشعبية ثم بعد ذلك تأتي الثقافة العالمة. طبعا لي بعض الملاحظات للإخوة الذين تقدمت تدخلاتهم الأخ عادل هرس. أردت أن أضيف أن المناطق الأثرية فيها ما يثبت انتماؤه إلى الحضارة الفينيقية ميناء في شط العوب مثلا. بالنسبة إلى الأخ كمال الصيد في مسألة أبناء المنطقة من ذوي القدرة المادية تقريبا على التنمية هذه المسألة طرحناها مع الأخت هدى
هدال الورغمية هكذا. تحياتنا لزميلتنا نعم في شرق عمان، وما زلنا ننتظر المبادرات. تشغيل المعطلين كذلك، أنا أعرف شخصيا كثير من المعطلين انخرطوا في المجال الفلاحي لكن عددهم أكثر من أن يستوعبهم هذا القطاع، ندرة المياه والجفاف وكذا. الواقع الثقافي، ونعود الآن إلى الموضوع الذي سنتحدث فيه، الواقع الثقافي. كيف يمكن للثقافة الحديثة أو العالمة أن تشق طريقها وسط الثقافة الشعبية؟ مجتمعنا تقليدي لا شك، ليس فقط في الجنوب، ما زال المجتمع التقليدي ممتدا من إنشأنا المياه الشرقية في الخليج العربي إلى المياه الغربية في المحيط الأطلسي. التقاليد ربما بعض الدول بدأت بعد مشاريع تحديثية، تونس بدأت مشروعها التحديثي، ربما كان لبورقيبة هذا الدور في التعليم في الصحة في غير ذلك، ثمة دول أخرى بادرت إلى ذلك، لكن يبقى المجتمع لم يستطع أن يصوغ له الصورة الملائمة لأصوله وانفتاحه على الواقع الحديث. نأتي إلى الشعر. الشعر الشعبي أدى كثيرا من الإيجابيات في عصره، وقد رسخ قيما جميلة عند أبائنا وأجدادنا، وكانوا يعيشون شأن الأزواج كانوا يعيشون على هذه القيم من محبة ووداد وتواصل، وقد أدى فعلا هذه الوظيفة بامتياز. ويحدثون الكبار أن الخلافات الزوجية كانت نادرة جدا والطلاق كان نادرا جدا لتشبعهم بهذه لتشبعهم بهذه القيم. نعم، الغزل والشعر الشعبي عموما لغير ذلك. كيف للشعر الفصيح أن يشق طريقه بصعوبة في هذه المنطقة؟ لدينا بعض الأسماء التي خرجت إلى النور، الأخ عادل هرس تقريبا أولهم، بعض الأسماء لا تريد أن تعلن عن وجودها، ثم من يكتب لنفسه لا يريد أن ينشر. القصة لدي محاولتين إلى هذا الحد، والمحاولة الثالثة إن شاء الله في الطريق. لدينا كاتب روائية توفاها الله مرحومة ليلى الزيتوني، لدينا من الشعراء الذين توفوا كذلك المختار وأحمد اللغماني في هذه الجهة، عن الزارات. نعم، من مدينة الزارات من قرية الزارات. نعم، هي إذن محاولات ما زالت كيف أقول في إرهاصاتها الأولى ربما. نعم هي خطوات أولى، خطوات محتشمة طبعا، لأن التقليد سائد جديد، تقليد لم يتأسس بعد ولم لماذا؟ لأن كما قلنا هيمنة المجتمع التقليدي وعلى الجيل الذي قبلنا وحتى جيلنا والجيل الذي بعدنا. أنا أخاطب التلميذة مثلا الآن، من تلمذتي تكتب شعرا موزونا جيدا، أقول لها هل لك أن تشاركي في ملتقى شعري؟ تقول لا أستطيع لأن الأسرة تمنعها من ذلك. نعم، خاصة العنصر الأنثوي. كيف لنا إذن أن نصوغ أو أن نمارس هذه التجربة والحال على ما هي عليه؟ إذن ستكون هذه الصعوبات نظرا لأن المجتمع ما زال إنشأنا بصدد البحث عن الصورة والملامح التي يجب أن يكون عليها في القرن الحادي والعشرين، لأن المرأة لدينا تبحث في الفيزياء وتنتصب لبيع الدواء في الصيدليات وتدرس في الجامعة، وفي نفس الوقت ما زالت تعد الكسكسي. إذن علينا أن نصوغ هذه المعادلة التي يمكن أن تكون جيدة بدون إنشأنا التخلص من أو دون أن نلقي بمقومات جميلة من تقاليدنا، مجتمعنا التقليدي، وأن نعمل جيدا على استيعاب وهضم الجديد من المنجز الإنساني عموما. لا يعني أننا في الجنوب يعني أننا خارج السياق العالمي كله، نحن إذن كل له ما لا يقل على 600 قناة تلفزية في البيت، وشاء أباه هو في وسط العالم في مركز العالم، لم يعد في العالم مركز وأطراف، إذن نحن كلنا في هذا السياق. إذن نحن نحاول أن تكون هذه المادة الثقافية على قدر الإمكان موجودة بين الناس،
لكن ثمة أيضا كثير من المعيقات الأخرى غير المجتمع التقليدي، هو مثلا الرغبة في المطالعة. اليوم أنا لدي إحصائية بسيطة في المكتبة العمومية، مثلا من سنة 2005 لدينا 16,000 كتاب طلب للمطالعة، وإلى 2015 نزل هذا العدد إلى 9,000، من 16,000 إلى 9,000. في الإعارة نزل عدد الكتب من 7,000 إلى 3,600، يعني في 10 سنوات تراجع الإقبال على الكتاب، وهذه معضلة كبرى صراحة لابد أن ينتبه إليها الجميع، ليس هنا في ميرث فقط، أعتقد أن المسألة يمكن أن تطرح على مستوى البلاد كلها. نعم. وخاصة سعلي ربما الأسرة التربوية في توجيه التلميذ، بالخصوص أن عندما نكرس هذا الجانب مفهوم من تحريض وتشجيع على المطالعة، أكيد أن حتى في المجال الإبداعي وخاصة في ربما في تنشيط الذاكرة الفكرية بإمكان أن تساعد على خطر في الإنشاء. صراحة نشوفه على مستوى بكالوريا ساعات مهازل في الكتابة. نعمل على ذلك، الأسرة التربوية هي المعني بدرجة أولى بهذا الأمر، الأسرة التربوية. لا ننسى دور الأسرة، الأسرة يجب على الأقل وسائل الإعلام أن توجه لها بعض النصائح والإرشادات والتوجيهات من أجل أن تحث الصغار، لأن ربما يتعود منذ الصغر الطفل على القراءة فيرسخ عنده هذا السلوك. نعم. إذن مديتنا بزوز مجموعات قصصية، أولى بعنوان الرحى والأرجوحة، والثانية بعنوان أوراد لأجنحة التراب. نعم. طيب لو كان تسمح، ونعرف أنه جنرال مول ودباء والكتاب ما يحبوش يحكوا على أعمالهم وإنتاجاتهم، إنما يريدون أن يروها في عيون الآخر، ولكن إحنا نحب نتعرفوا على النوافذ، على الفلك العام اللي تدور فيه أحداث هذه الأعمال، وأيضا خصوصية الكتابة متاعك، يعني كيف تكتب ولمن تكتب؟ أكتب للجميع. ربما أحيانا وأنا أكتب أفكر كثيرا بالمحلي، ولي كثير من الموضوعات أو ما يسمى بالتام مأخوذة من المحلي، يعني عندما يقرأها القارئ في مارث سيجد منها شجرة النخيل والذي يستخرج منها المشروب اللاجم وكذا، منها يعني هذه الأشياء التي فيها تفاصيل متاع اليومي. نعم. في مدينة مارث، ومنها أيضا المشاغل الاجتماعية والنفسية والإنسانية عموما، معناها ليست يعني للجميع تقريبا أكتب. ثم بعض النصوص يقرأها المحلي فيجد فيها صورة من حياته اليومية، وثم بعض النصوص يقرأها أي كان في أي مكان يعني. طيب من التجربة القصصية خلينا نمشي للتجربة الشعرية، ولكن قبل ما نخوض فيها بأكثر تفاصيل معاك سي عادل، في ديوانك الأول هكذا أراها كان عندك تعقيب حول كلام سي علي الخريشي، تفضل. شكرا عندي تعقيب بسيط على الصعوبات التي تحدث عنها الأخ علي الخريشي، ولكن لن أتحدث في الصعوبات باعتبار أنها معروفة، سأتحدث بشكل بسيط أنشنا في إمكانيات الخروج من هذه الصعوبات، وسأنطلق من تجربة دأبنا عليها في جمعية الثقافة البديلة، وهي ملتقى مختار لغمان للشعر المعاصر. هذا الملتقى بطبيعة الحال نسعى من خلاله إلى إرساء تقليد، هو تلك الورشات، يعني إنشاء ورشات تكون موجهة خصيصا إلى النشأ من التلاميذ بطبيعة الحال، مثل ما ذكر الأخ علي، يعني صحيح المدرسة والمؤسسة التعليمية هي المجال الأول الذي يكتشف فيه الإبداع، ولكن لابد من لهذا الاكتشاف من مسايرة أو من تدريب أو من ورشات. وفكرنا من خلال الملتقى أن يكون هذا الإشعاع، إشعاع الملتقى على النشء وعلى الناشئة من خلال ورشات نساعدهم فيها على كتابة القصة وكتابة القصيدة أو النظم إلى غير ذلك، يعني وندعو يعني حتى في الشعر الشعبي أيضا ندعو أن يكون المهرجانين، يعني مهرجان سيدي يحيى للتراث أو مهرجان الفروسية، أن يكون فيهم الإشعاع في الاعتناء بالشعر الشعبي، أن تكون هناك ورشات، يعني أن يعود
الأطفال الصغار إنشانا على كتابة الشعر، لأن مثل ما ذكر الأخ علي علي سرجان أن جميع الأهالي أو جميع الشباب في الجهة يحفظون الشعر ويتذوقون الشعر، إذا لماذا لا أن نساعدهم على أن يكتبوا الشعر سواء كان شعرا فصيحا أو شعرا يعني شعبيا. شعبيا. طيب أنت كتبت ديوان هكذا أراها، ربما سؤالي الأول من وكيف تراه؟ بالضبط هذا السؤال يعني مباح باعتبار أن أول أو كل من اطلع على هذا العنوان إنشنا بدره أو خامره هذا السؤال، من هي التي يقصدها الشاعر ومن هي التي يراها؟ بطبيعة الحال هذه الهي بين ظفرين هي متعدد أو هي متعددة، يمكن لكل باحث في هذا المفهوم إنشنا أو في هذا الضمير أن يجد ظلته في أشكال متعددة، سواء كانت القضية فهي القضية فهي الأرض فهي الأم. تقريبا هذه المواضيع التي كتبت مجموعة الشعرية أو ضمنت مجموعة الشعرية إنشانا قصائدا في شأنها، مثل ما ذكرت القضية هي قضية الفلسطينية، إنشانا هي قضية اليوم والأمس والغد، هي الأم بطبيعة الحال يعني حاضرة بيننا دائما، والأرض التي يعني نتغنى بها ونعيش عليها. تقريبا هذا هي ما يمكن أن يوحي به العنوان. سعادة لربما أثرتم منذ قليل مسألة تأطير الناشئة والشباب وحتى الطفل، من خصوصا في مجال ربما تعويد أو ممارسة الشعر الشعبي. ربما أنتم كجمعية هل فكرتم في تنظيم ربما دورات أو ملتقيات تكون دورية في هذا المجال؟ باستثناء ملتقى مختار اللغماني، يعني الجمعية إنشانا ليست لها أنشطة في الورشات، ولكن تسعى إلى أن تؤسس لي يعني برنامج إنشانا تكون فيه الورشات إنشانا بشكل مسترسل، لأن لا يمكن أن يقتصر النشاط على فرصة واحدة في السنة لأنها لا تكفي، وبالتالي نفكر بجدية سواء كان كجمعية أو يعني بشكل بيني وبين الأخ علي الخريجي في إنشاء ورشات خاصة للتلاميذ الذين نعرفهم ونعرف أن لهم يعني رغبة في الكتابة سواء كان في القص أو في الشعر، يعني نفكر بجدية في الأمر، ولكن فعليا أو واقعيا الاستثناء الوحيد هو ملتقى مختار اللغماني الذي يعني فيه ورشة للنظم وورشة للقص. نتوج الحديث معك سي عادل بهدية شعرية لمستمعي إذاعة وزيس FM من قبس. لا يمكن أن تمر الفرصة بطبيعة الحال دون أن أقول بعض الأبيات التي كتبتها في جهتي، يعني في مارث. هذه القصيدة أقول فيها: في مارث الود يحلو الشعر والأدب، فيها العلا وثراها المجد والحسب، أم الكرام لها في جودهم مثلا، فرسان عز لها أكبادهم لهب، ألفاظ روحي لها قد أمطرت دررا، والقلب مني لها كم بات يضطرب، زر مارث الود تلقى أهلها قربا، في ظل واحاتها أكواب من شرب، للضاد فيها من الأقوال منتجع، وليس فيها لغير الضاد ننتسب. بعد الألوان الثقافية بين الكتابة الأدبية بحضور سي علي الخريجي وكذلك الشعر الشعبي للشاعر عادل الهرسي، لابد الشعر الفصيح الشعر الشعبي سعلي، لابد أن نعطي الكلمة وحظ المرأة في هذا اللقاء من خلال ربما دورها في المحافظة خاصة على الموروث الحضاري، ونعني به الصناعات الحرفية وكذلك بعض القطاعات التي برزت فيها المرأة في ربوع مارث. طيب نمشيو أيضا ونواصلوا في العمل الجمعياتي، وحاضرة معنا جمعية التنمية وإحياء التراث ممثلة في كمال السيد رئيس الجمعية، وأيضا حليمة مكاري ناشطة في الجمعية ومهتمة بكل ما هو حرف وصناعات تقليدية.
مرحبا بك حليمة، انت ناشطة في المجتمع المدني وصوت نسائي اكيد، لانك الوحيده بينات هالاشخاص الكل مسؤوليه مضاعفه. صحيح، هو مجتمع مرثي، مجتمع ذكوري لو بالاساس. خلينا واحنا ربما على غالب بشكل او باخر كرسنا هالذكوريه في عدد الضيوف. على كل حليمه، انت الاصوات مجتمعه اليوم، تمثل المراه العامله، تمثل المراه القارئه، تمثل ايضا المراه الاميه والمراه الحرفيه وغيره ربما من تفاصيل الحياه النسويه في جهه ماث. لو كنت تعطينا فكره عن واقع المراه في هذه الجهه. مرحبا بكم ساعة في مارث، عايشك. حبيت معناتها بالنسبة لنا نحن في مارث، المجتمع كما قلت لك هو مجتمع ذكوري بالأساس، معناها ديما الأكثر السيادة للذكور، لكن ديما لازم المرأة هي اللي تفرض معناها رأيها، وإلا باش نبدأ. بالنسبة لي أنا خريجة تعليم عالي ومعناها تربية فنية، تربية تشكيلية، واختصيت في المجال الحرف في الصناعات التقليدية، ودخلت معنا في الجمعية ننشط، واهتميت أكثر بالصناعات التقليدية في جهة مارث. معنا أول حاجة عملناها هي حاولنا أن نجدوا أو نبتكروا في الصناعات التقليدية، ونحثوا زادة البنات الريفيات سواء ولا في مدينة مارث باش يجوا معنا عن طريق دورات تكوينية عملناهم معناها في دار الثقافة بمارث. عملنا دورات تكوينية لما حاولنا معنا نلموا فيهم البنات اللي مستواها التعليمي ما كملتش معناها، اي، وزاد بالنسبة للمتخرجات اللي هما في الدار ما عندهمش معناها حتى عمل. دونك حاولنا معنا عملنا من خلال الدورات التكوينية هذه ان نحيو الصناعة التقليدية في الزربية، في الرسم على جميع المحامل، في الخياطة الرفيعة، في السعف، في اي معناها بش عملنا لمينا معناها الحرفيات من اللي هم ناشطين معناها في مارث، جبناهم باش يأطروا بنات اخرين اللي هم معناها في الدار ما عندهمش على الاقل تولي عندها مورد رزق حتى ولو بسيط للاحتياجات العادية. أحلم ربما أغلب الحرفيين والحرفيات في الصناعة التقليدية اليدوية بحتنا أنهم يعانون من قلة المواد الأساسية. ما نعرفش أنتم كجمعية هل فعلا أن غياب هذه المادة أثر ربما حتى على مجال الابتكار في هذه الصناعة؟ صحيح، فما برشا صعوبات بصراحة معناها في الصناعة التقليدية، صعوبات كبيرة، نقص في المواد الأولية، مشاكل معناتها في معناها في الدعم، ما عندناش كيفاش. عندي أنا مثلا مشروع حبيت نوجهه للمرأة الريفية، لكن ما نجمتش نتواصل معاهم مثلا باش نخرج للتونين والتوجان، حبوا البنات غاديكا ما ينجموش يجوا لمارث، حبينا حنين نمشوا لهم معناه ونعملوا غاديكا دورات تكوينيه، لكن الاشكاليه في الدعم المادي وخاصه المنتوج الترويج ربما اشكاليه اكبر. والله نحن كجمعيه حاولنا ان معناها نحتضنوا على اساس باش نكونوا البنات هذوكم، ومن بعد نحتضنوا المنتوجات نتاعهم ونعملوا معناها حتى خيمه او باش نحاولوا نروجوها، كان معناها احنا معناتها طريق مارث هو طريق سياحي معناها يتعدوا منها الليبيين، الاخوان الليبيين بوابه ربما للجنوب عموما، وكذلك معناها حتى الناس اللي عايشه برا معناها يجوا يقبلوا على الصناعه التقليديه. بالنسبه لساعه احنا تاسيس الجمعيه كنا لنا غرام واحد، بالنسبه لاخت حليمه تشكيليه معناها وتخرجوا زوريني مربي معناه وحرفي وتشكيلي ايضا فهمتي، وكان يجمعنا غرام الكل معناه، والجمعيه تحتمل اختصاصات عديده، صناعات تقليديه، الاثار، الفن الشعبي، الموروث الشعبي، ومعناه كايمان منا معناه بان الموروث هذا الشعبي يلزم تسويقه كما عملت الامم الاخرى في الصين والهند، اصبح معناه مصدر معناه متاع موارد خارجيه، هذا يلزمنا نعملوا له معناه نعرفوا كيفاش نسوقوه للاخر. معناه لأن عندنا كاتب مالي يقول إذا مات لنا شيخ في إفريقيا بمثابة احتراق مكتبة، نعرف قيمة الشيخ المقامس تحت طاك شيء إيش عنده معناه، فهمت، سواء موسوعة زراعية ساعة موسوعة في تاريخ المنطقة كاملة،
وإحنا للأسف يوميا قاعد نخسروا في شيوخ معنا عندهم معنا عاشوا مثلا الخط الحربي عاشوا بنوا فيه ومعنا وعرفوا معنا تفاصيل الدقيقة عرفها معنا ويوميا ما نقولش كيفاش نوثقوا على خاطر إحنا ما عندناش الإمكانيات ما عندناش وهذا قلناه معنا المسؤولين كله بلغ له الجهات المسؤولة دعموا الجمعيات لأن المجتمع المدني إذا ما يتمش دعمه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية شكون بناها بنتها جمعيات المجتمع المدني المجتمع المدني إذا ما كانش قوي ويلقى معنا الأبواب مفتوحة ومعنا وشكون يدله فما إحنا من ساعة جمعية تكونت عندها ثلاث سنين ولا أربع سنين ما يمكنش تكوين معنا ما ندناش مرة واحد معنا باش تكونوا في حاجة فهمتي سواء ماليا ولا سواء معنا كذا فهمت كلها معنا مبادرة شخصية ومعنا وكلها مصروف من الجيف وكل فهمت ماذا بينا معنا بالنسبة للصناعة التقليدية راهي منهل منها اللي يقول سعد غراب لسنا معناها كائنات تراثية تنمو في صناديق تراث يلزم معناها نسوقه للآخر وهذا معناها الأراو وعي معناها شبابي كبير ولكن نصطدم بواقع سعد تقول يلزم نستقيل وخلي معناها الناس تدور كاكما خاصة احنا عندنا كان أمال الوحيدة هي قرية الحرفية من 2011 مصبوبة الميزانية متاح والأرض معنا موجود عطيتها البلدية ولكن لا حياة لمن تنادي مليار ومئتين وخدمنا مع سيكاظم مصمود يذكر بالخير معنا المندوب الجهوي معنا متاع وحبينا نعملوا سيركوي سياحي في معتمدية مارس نحركوا الجهة ولكن تصطدم بواقع أليم جدا فهمتي معنا خاصة التجهيز ومشاكلة فهمتي هو اللي عطل جهاز التنمية في البلاد خاصة في جابس التجهيز معناه وكيفاش معناه القانون الصفقات هذايا هو معناه ما خلى معناه الشباب عشخ الشباب معناه عندنا قرابة الألفي عاطل عن العمل الموجود في مارت بالنسبة للمعوقين معناها عندنا 2000 معناها عدد مهول ومخيف فهمتي هذا معناه واقع أليم في الجهة مشاريع معطلة عندها معناها مصبوبة الميزانيات من 2011 لم نجد لها معناها أرضية أو واقع معناها تحل على الأقل أزمة التشغيل ومارس فقط مرهونة في بروجي كبير اللي هو باش يحرك جميع القطاع هو دولاب معناها الجهة وهذا مغيب تو عنده 4 سنين والناس تنتظر وفدت معناها كشباب عاطل على العمل معناها ولا فهمتي ان شاء الله يا اخوي يتغير هذا الواقع ان شاء الله باصراركم ذات كمساندة معناها جهه اعلاميه على خاطر الاعلام عنده دور كبير معناها في توعيه الناس وفي شكرا ريم في الحقيقه سعدنا كثيرا باطارات ومثقفين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني بمارث وشكرا كذلك لرئيس بلديه مارث الذي استضافنا في فضاء البلديه وناسف لغياب بعض المدعوين على غرار مدير الدائرة الصحية بمارث نظرا لأهمية القطاع اللي كان مفروض أن يحضر وصراحة يعيش هذا القطاع في هذه الربوع معاناة شديدة من ذلك ما حدا بأهالي دخيل تجان إلى غلق المركز الوسيط الصحي نظرا لانعدام التجهيزات الصحية ربما أقل التجهيزات وقلة بر التردي عدد الإطار الطبي يكفي أن نشير أن طبيب وحيد يشرف على هذا الفضاء الصحي إذن هكا نكون خلطنا لختام هذا العدد من دورة وعقل إن شاء الله الأسبوع القادم في مكان جديد نتناول فيه خصوصياته ورهاناته وأيضا مشاكله تحيات ريم جليدي سيد بشير رقيقي وزميلة محمد فقير في الجانب التقني إلى اللقاء سبور الموسيقى الأخبار وزفن ثم معك التصوير.